لا ما فيش نظري تاني، هو النظري معظمه في اليو اكس. جميل، انا حاولت افسر لكم النظري بشوية حكايات بسيطة كده، وقعدت اهزر معاكم فيه لحد ما انتم ما حاولتوا تفهموا الموضوع ده، او النظري كله بتاع اليو اكس. عمل اليو اكس كنت شرحته لكم برضه، وان شاء الله يعني بحضر لحاجة كويسة جدا الفترة الجاية، والناس كلها تستفيد منها بإذن الله يعني. طيب هنيجي برضو إن شاء الله نتكلم على جزئية النهاردة. هو السيشن النهاردة بسيطة جدا، هتبقى فيها واجهة فيجما اللي أنا بشرحها من الأول، عشان برضو لو في حد ما فتحش فيجما قبل كده، تمام، وتحديثات فيجما اللي أفحمتنا حرفيا، وكل بقينا حاجات كنا بنستعملها بقت بفلوس. فيعني هحاول النهاردة أشرح لكم كل حاجة في فيجما، وإزاي تتعامل مع فيجما، والسكرينز بتاعتك يعني أنت تتعامل معاها إزاي، وتعمل زي ديزاين بسيط كده للسكرينة بسيطة، بحيث إن أنت تحاول إن أنت تعود نفسك على الشغل بتاع فيجما بإذن الله. جميل، طيب خليني مثلا أتكلم معاك النهاردة. يعني زي ما قلت لك، أنت في اليو إكس لما كنت بتيجي تعمل مثلا مراحل ريسيرش بسيطة كده، المراحل دي بتحاول انها تساعدك ان انت لما بتيجي تتعامل مع ابليكيشن او فكرة معينة، فانت مش بتعمل ديزاين بس ان هو يعجب اليوزر. زي ما قلت لك، انت بتمشي في الشارع بتشوف عمارة، انت ما تعرفش لما تخش العمارة دي من بره، انت تفاعلت مع واجهة العمارة اللي بره وقلت الله ده شكلها جميل. طب ماشي، وانت تقدر تحكم على حد من الشكل؟ لا، فلازم تتعامل مع حد، مع الحد ده، وتشوف طبعه، هل هو شخص يتعاشر ولا مش يتعاشر. هتقول لي كله ما عادش بيتعاشر، كلها بقت ايه، سلام وعاشر. اقول لك بس ما تطلعش بره، خلينا بس في الموضوع بتاعنا ده. طيب احنا المفروض لما جينا نتكلم، قلت لك ان انت دخلت جوه البيت ده او العماره دي، لقيت ان جواها عيوب كتيره جدا، لقيت ان السباكه فيها مش كويسه، النقاشه بتتقشر، اللي هو البوهيه المدهونه دي، اللي هو الشغل البوهيه ده ما بتتقشر، عندك الكهرباء فيها، النور مش كويس، سلوك اللي هو كابلات الكهرباء مش كويسة، تمام. فانت كده لما دخلت جوه العمارة جربت بنفسك ان انت تخوض التجربة، تمام، وشفت انت العمارة دي، ده العمارة يعني عاملة شكل من بره كده جميل، انما لما تيجي تتعامل من جوه لا، مفيش اداء، هو بس من بره انا بتفاعل معاها الله شكلها حلو. ده بقى مشكلة الشخص اللي هو بيتعامل مع اي تول من التولز بتاعت اليو اي، اللي هي فيجما وادوبي اكس دي، في سكتش، في ميرو، في مين تاني، في كتير، تمام. فالموضوع كله هو مش مجرد ان انا لما بنطلب مني تاسك معين او مشروع معين، فانا اقوم داخل فاتح فيجما، واقوم داخل ملون جايب اللون الاحمر على الاصفر على الاخضر، واقوم جايب تكست، وبعدين اقوم داخل جايب بعدها مش عارف ايه، تمام. لا، هو في قواعد معينة لليو اي نفسه، ان انت بتدرس قواعد لليو اي، وبعد كده بتتعامل مع التولز نفسها اللي هي كفيجما وكايه وكبقى فيجما اكس دي، اي حاجه انت نفسك فيها بتتعامل معاها. طب جميل جدا، انا دلوقتي هعمل لك شير سكرين بسيط كده، وهعرفك ايه واجهه فيجما. جميل، وهبعت لكم كتاب جميل جدا يعني، على ما اعتقد هو مع البعض معاكم يعني، فهبعته لكم تاني على الجروب، عشان برضه لو في حد مش معاه الكتاب يستفيد منه. الكتاب ده فيه كل قواعد اليو اي، انا شخصيا اهو بستفيد منه كتير جدا يعني، انا لسه بستفيد منه برضه يعني، انا مش اللي هو خلاص ده ما فيش حاجه اسمها انا قفلت التراك ده. انت خلاص يعني، انت طبيعه شغل او طبيعه عمل ده حاجه انت بتدرسها، تمام، عشان تطور من نفسك لازم تعلي من ايه، من معلوماتك كل مره، كل يعني كل مره عن مره. جميل، هعمل شير سكرين برضه عشان ما اخدكش في الكلام. جميل، انا دلوقتي اهو زي ما ظاهر ليك، هنقفل بس ده كده. جميل، طيب نقفل ده كده. طب دي الواجهة اللي بتبقى ظاهرة لك كواجهة فيجما اول ما تكون محمله بقى عندك جديد، او تشتغل من على البراوزر بتاع البحث ايا كان بقى هو ايه، يا اما كروم يا اما اللي هو بتاع مايكروسوفت ده. جميل، فانت عندك دلوقتي عندك علامة الهوم اللي فوق دي، اللي هي علامة الهوم دي بتكون جايبة لك الايه، الشكل بتاع البيت، اللي هو الواجهة بتاعت اليو اي اللي انت شايفها دي، واجهة فيجما من بره. طب جميل، من هنا هتلاقي في الاكونت، صورة البروفايل، وعندك اسم منور الشاشة اهو،
جميل. وبعدين دخلنا بقى على الايه، شويه اللي هو الريسنتس، اللي انت الصفحات اللي انت دخلتها قبل كده، او الدرافتات اللي هي فايل فيجما او فايل فيجام، اي حاجه انت فتحتها على فيجما قبل كده تبقى دي اللي موجوده معاك، يعني اخر حاجه من اول فايل فتحته لحد اخر فايل. طب جميل. بعد كده عندك حاجه اسمها التيمز. التيمز دي برضو هي اللي تحت دي، وانا هقول لكم برضو الدنيا بتاعتها. عندك الدرافت، اللي هي الدرافتات بقى اللي انت عاوز، اللي هو بتاعت اليو اي، هو الحاجات بتاعت اليو اي كلها. بعد كده بتقوم داخل على ايه، الحوار بتاع التيم بقى، وبعد كده بتشير التيمات بتاعتك ازاي، وبعدين بتيجي هنا، من هنا انت بتعمل كرييت تيم اهو. جميل. اللي دي تيمات بقى معينه انا اشتغلت فيها قبل كده، انت بتتعامل مع اكتر من شخص، انتوا بتحاولوا ان انتوا تعملوا اديت على بروجكت معين. جميل. اخر حاجه دي اسمها فيجما كوميونيتي. الفيجما كوميونيتي دي هي عباره عن بنك صغير كده، بتحاول تجيب منه معلومات بسيطه، مش المعلومات اللي هي يعني حد دخل عمل ديزاين لابليكيشن، لا الديزاين ده كويس، قام جاي داخل عشان الناس تتعلم منه، يقوم واخد اللينك بتاعه مثلا ورفعه عنده على معرض الاعمال عنده في فيجما. فانت بتعمل سيرش مثلا عن فكره ابليكيشن، هو بيقول لك بقى ايه، ان انت بتعمل اكسبلور للكوميونتي. طب جميل. بعد كده دي بتبقى حاجه مصغره للبيهانس او دريبل، بس النصيحه نصيحه يعني، هات بيهانس ودريبل هتتعلم منهم اكتر يعني، انا كتغذيه بصريه، واهم حاجه هي التغذيه البصريه اصلا يعني. جميل. طيب بعد كده في شويه حاجات كده يعني انت شايفها هنا قدام، بقول لك بلان والتيم وحاجات كده، واللي هي الاورج شارت، اللي هي تعتبر زي بتاعت اليوزر فلو، دي بتبقى تمبلتس جاهزه للفايلات بتاعت فيجن بورد. جميل. اللي احنا بنتعامل بقى شويه اليو اكس اللي احنا قلنا هنشتغل عملي عليه، هيبقى على حاجه اسمها فيجن بورد، اللي هي البنفسجيه دي. طيب اتس فيري جود يا باشمهندس. عندي حاجه بقى اللي هو المفروض هنتكلم عليها النهارده، موضوعنا اللي هو ايه، ديزاين فايل. الديزاين فايل ده هو عباره عن الدرافت اللي انت بتخش تعمل عليه ديزاين بادوات فيجما بقى، ان انت بتعمل ديزاين موبايل ابلكيشن، ديزاين للويب، ديزاين للديسكتوب، تعمل ديزاين للواتش اب اللي هو الساعات السمارت دي، ايوه بتتعمل جوه. تمام. ف انا دلوقتي احاول اديك زي مدخل بسيط كده، بحيث ان انت لما تيجي يعني تجرب تشتغل بنفسك هتلاقي الموضوع بالنسبه لك مفيد جدا يعني. طيب بسم الله نبدا مع بعض كده. لما صلى على النبي، بسم الله كده دخلنا، اما ضغطنا على كلمه ديزاين فايل دي، يعني ثانيه كده نطلع بره كلمة ديزاين فايل دي. جميل. وفي عندي كلمة فيجن بورد. طيب انت هتقوم داخل على كلمة ديزاين فايل عشان تفتح، تضغط عليها بس كده تمام يعني. فانت تضغط عليها فهو بيحمل ديزاين فايل جديد. هتقول لي انت الواجهة بتاعتك لونها ابيض، اصل انا بحب افعل الدارك مود عشان يعني ما يتعبش نظري يعني. تمام. انا مش عارف، انا اي ابلكيشن بحاول او اي برنامج بحاول استعمله دارك، ما بحبش استعمله لايت. طب جميل جدا. بعد كده قلنا ان في واجهة ظاهرة قدامك كده، اللي هي واجهة فيجما، فيها شوية اشكال كده انت برضو يعني حاسس انها ممكن تكون غريبة شوية عليك. قلت لك ان حرف الاف دوت هو عبارة عن زي المنيو كده، اللي فيها كل حاجة انت ممكن تعملها، ممكن تيمبورت صورة بقى، تعمل اديت على حاجة، قائمة فيو دي انت ممكن تعمل فيو لاي حاجة، مثلا في الشارع، في الشارع مثلا كلمة رولرز اللي هي المسطرة اللي انتوا شايفينها ده، هي اللي هي فيها الأرقام دي، اللي هي 400 450 مش عارف ايه الحاجات دي، هي أصلا عامة ما بتكونش موجودة. تمام. فمن قائمة فيو ممكن تضغط عليها كده، فهي مش بتبقى موجودة، هي بتبقى كده الواجهة اللي هي ظاهرة لك. تمام. طب أنا لسه هفتح ده كله، فأنت بتقوم عامل حاجة اسمها كنترول آر. تمام. هاتها كده تاني أهو، شيفت آر، معلش شيفت آر أهو، شيفت آر، فهي جات لك. حاولوا برضو ان انتوا كاختصارات فيجما يعني حاولوا تحفظوها. طب احنا نحفظ الاختصارات بتاعت فيجما ازاي، مع ان احنا لسه يعتبر بنتعلمه؟ في عندك علامة الاستفهام اللي تحت دي، بيقول لك هيلب اند ريسورسز. تمام. تضغط عليها، وبعد كده بيقول لك في حاجة اسمها شورت كات، ادي استنى اهو، كيبورد شورت كات. جميل. تضغط عليها ففيها بقى كل حاجة، بيقول لك بقى انت بتعمل كنترول
الشرطه الماليه دي بيعمل لك ايه؟ انت بتفتح البلجنز، لو عندك التولز زي كلها، ان انت بتاد تكست بحرف الفي مثلا، عاوز اظن انا اسف بحرف التي، انا اسف. وانت بتبدا من هنا الموف تول، جميل. عندك برضو كام حاجه كويسه يعني ممكن ايه ان انت يعني تتعلمها كبدايه ليك. انت ممكن تستكشف الحوارات دي وهتفيدك جدا، بدل ما تخش تعمل حاجه من هنا فانت يعني بتسهل على نفسك الشغل. طيب جميل. ممكن بيقول لك الايديت بقى بتعمله منين؟ انت بتكوبي كنترول سي، كات كنترول اكس، والبيست كنترول في. جميل. يعني الحاجات دي معلومات يعني عامه الناس اتمنى انها تتعلمه. طب جبتها منين يا باشمهندس؟ تاني علامه الايه الاستفهام دي، تضغط عليها وبيظهر ليك الكيبورد شورت كات، تضغط عليها كده وبيظهر لك بقى كل حاجه، الزوم ازاي، وبقول لك مش عارف بتعمل ايه، يحصل ايه، والحوارات دي كلها. طيب ما تحفظهاش، انت حاول تشوف دي بتعمل ايه وتجرب بايدك، ومع التجربه مره في مره يعني هتلاقي نفسك حافظ الموضوع ده، او ان انت اتعاملت معاه فخلاص هو سيبت في دماغك. ما تحاولش تحفظ اي حاجه، ليه؟ لان ده ترك شغل. واحنا مثلا لما كنت قلت لك قبل كده امبارح في انترفيو في شركه في اي مكان، انا لما باجي اسالك عن حاجه تمام، ما بسالكش عشان انت تجاوبني اقول لك ايه هو اليو اكس، فانت تقول لي هو واجهه المش عارف ايه، انا اسف، هو اليو اكس بقى تقول لي التعريف بتاعه هو اليوزر اكسبيرينس اللي احنا بنحاول مثلا نعمل كذا، وتحكي لي بقى البروسيس بتاعته، بروسيس بروسيس. انا مش عاوز اسمع منك كده، مع الكلام انا حافظه وانت حافظه وده حافظه، تمام. فدي الفكره كلها، مين اللي يعني انا عاوز اسمع منك ايه؟ عاوز اسمع منك زي تفسير او فهم ليك للحاجه دي. انا فاهم الحاجه دي بتتعمل كذا كذا وبنعملها عشان كذا. يعني احنا فايده اليو اكس مثلا ان هو بيعمل ايه؟ بيساعد ان انت ممكن تبني برودكت كويس جدا، من ناحيه ان انت تحط فيتشرز او مميزات، انت تتجنب العيوب من خلال ايه؟ ان انت تعمل ريسيرش مع اليوزرز. جميل جدا. فالفكره من الفكره من الكلام ان انت لما بتحاول تخش مثلا في مع شركه معينه، انت بتقدم، بيقوم قايل لك ان انت في عندك مراحل معينه هتخش الانترفيو دي، فانت عديت المراحل وهتخش الانترفيو خلاص. فبقى قام جاي هيسالك ده في تعرف ايه عن اليو اكس، تعرف ايه عن كذا، يقوم سالك في كل حاجه. هو مش بيسالك عشان انت تجاوبه الاجابه اللي هو احنا حافظينها هنقول كذا كذا، لا، هو انت بتجاوب على الاساس او بناء عن الفهم، او واحد انت اشتغلت بروجكت واثنين وثلاثه مع نفسك قبل كده، تمام. فهي دي الفكره كلها. طيب عشان ما اطولش عليك، الواجهه اللي ظاهره معاك فوق هنا عندك زي ما قلت لك ان حرف الاف ده فيه كل حاجه انت ممكن تتعامل معاها هنا، البلوجنز، عندك الويدجست. بص كل حاجه هنا هتلاقي يعني، بص فيجما بيضحي النهارده، كل حاجه موجوده هنا. جميل. طيب بالنسبه دي خاصه بالواجهه يعني نفسها، ان انت ممكن تستعمل ايه كشورت كات ليك، يعني انت تستعمل بلوجنز هنا مثلا، التكست ممكن تضيف ايه، حاجات كده بسيطه يعني. طيب بعد كده هتلاقي عندك العلامه بتاعت الماوس دي، هتلاقي في حاجتين طالعين منهم، الموف تول وحاجه اسمها السكيل، اهو الموف اهو والسكيل اهي. الموف دي اللي هو الماوس اللي بيتحرك ده، السكيل دوت احنا بنتعامل معاه لو انت مثلا في فريم او تكست معين اهو، مثلا هقوم كاتب ايه، اي حاجه بقى، هلو مثلا. جميل. فانا لما اقوم جايب الموف تول العادي واعمل كده ما بيكبرش معايا، هو انا اللي بيكبر معايا بس المربع اللي التكست مكتوب فيه. طيب لو انا عاوز اكبره مثلا مثلا بمسافات متساويه مثلا، او حاجه بيقول لك بمعايير متساويه، فانت بتقوم عامل كده اهو، بيكبر معاك، بتشد اهو، بتشد وتصغر اهو، بيكبر معاك اهو بنسبة متساوية. يعني مثلا لو الفرق ما بين الطول والعرض حوالي، يعني دي لو 290 ودي 290، هيفضل الفرق ما بين، يعني ثانية كده خلينا نقول ان دي مثلا 300، جميل، ودي مثلا يعني مثلا هو دي المفروض يعني ما كبرهاش قوي، بس هحاول ايه اديك زي حاجه بسيطه كده. او يا عم انا بعمل، انا تعب نفسي ليه، اهو 300 اهو، جميل، 300 في 300 وهدي في النص كده اهو. طيب هو دلوقتي زي ما انت شايف 300 في 300، لما انا افضل اشده كده اهو من غير اي حاجه اهو، بص تلاقي الكلام كله اتلخبط في بعضه. طب لما اجي اعمل حاجه اللي اسمها السكيل دي، بضغط اهو، بص 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 بقى، دي
479 في 479، فهمت المقصد من الكلام ايه؟ اهو 372 في 372، هنشوف مين اللي عاوز يدخل. تمام. هو الراجل اتعمل له بلوك كده مش هيدخل تاني ولا ايه؟ خير، دخل خلاص اهو. طيب، فالمهم ان انت لما تعرف الفرق ما بين الموف والسكيل، يعني هتعرف الشورت كات، هتلاقي الشورت كات بتاعك مكتوب في الجنب، هو حرف الفي وحرف الكي، تضغط على الكي تمام ففتح لك السكيل على طول، فانت بتكبر وتصغر بنسب متساويه. طب لو انت مش عاجبك الموضوع بتضغط على حرف الفي وتشد وتسحب، والحوارات اللي انت ايه عارفها دي. طيب، دي كان شرح بسيط للايه، للجزئيه دي. طب عندي حاجه تانية هنا اسمها الفريمز، يعني انت ممكن تضغط عليها، اللي هو الشكل الفريم ده لو عامل زي الشباك اهو، وممكن تضغط على حرف الاف. فانت لو ضغطت على فريم هتلاقي في علامه بلس، ممكن تضيف فريم، ممكن تلاقي في فريمات في الجنب كده فتحت لك، تمام. في الجنب ده لحاجة اسمها ديزاين وحاجه اسمها بروتوتايب. طب جميل، انا عرفت كله النهارده. حاجه اسمها الفون اهو، كل حاجه مختصه بقى، ايفونات، ايفون 15، ايفون 14، ايفون 8، ايفون 8 بلس، اي بص اي حاجه نفسك فيها هتلاقيها هنا. جميل. التابلت نفس الفكره، هيديك مقاسات للتابلت والايباد، وعندك ابلكيشن اللي هي الديسك توب. جميل. وعندك لو في برزنتيشن، انت عندك برزنتيشن مثلا ومكسل تفتح الباوربوينت، فانت عاوز تتعامل معاه هنا. جميل. فانت بتتعامل مع حاجه اللي هي سلايد 9 ل 16 دي. جميل. هي نفس مقاس السلايد بتاعت اللي هي الباوربوينت دي، السلايد اللي انا بعمل عليها اصلا ديزاين من هنا على فيجما، تمام، اللي هي البلان بتاعت الشرح اهي. تمام، لا مؤاخذه يعني حقكم عليا، انا فتحت على كده بس. يلا تمام، انا اعتبر حرقت لكم حته من المفاجاه الصغيره بتاعت يوم السبت. طب جميل، فانا بعمل الديزاين او البرزنتيشن اللي انا هشرح عليها هنا. جميل. اي حاجه بقى هنا، يوتيوب هنا، بي دي اف هنا، حاجات معينه، فالحاجات دي كلها انا بعمل برزنتيشن الشرح كله على فيجما من هنا، من خلال ان انا بتعامل مع التولز، او انا ارتحت في فيجما فانا بحاول اتعامل معاه. بس فيها مشكله ان انت لما بتيجي تعمل امبورت اللي انت عاوزه بقى من عليه، بتقوم بقى بيقوم مديك الايه بيقوم واخد اللي هو بص الحجم بتاع الميجا بايت بتاعته عاليه. يعني انا عملت السي في بتاعي قبل كده على فيجما. جميل. السي في دوت انا حرفيا لقيته طالع معايا 43 ميجا، ده اللي هو انا كاتب فيه ايه، ان هو ياخد 43 ميجا يعني، ولا هو عشان انا كامير يعني، فانت بتديني وقاري واحترامي. جميل. فخلاص يا عم، يعني انت راجل محترم وانت على دماغي. طيب، بعد كده قلت هنتكلم، يعني انت عندك كل حاجه في الفريمز والحوارات اللي انت شايفها قدامك دي، ممكن تعمل على الواتش اللي انت تعمل على اللي هي السمارت ووتش دي، كل حاجه هنا، والورق بيقول لك الورق A4 و A5 وليتر وتابلت، بص كل حاجه نفسك فيها فيجما حاططها لك. طيب، الناس اللي بتحب بقى تفبرك بوستات على الفيس وبوستات على تويتر وبوستات على انستجرام والحوارات دي، جميل اهو. فانت ممكن تضغط على كده، اداك حجم المقاس او الفريم اللي هو بيعادل نفس مقاس الايه، البوست بتاعت التويتر مثلا، اللي هو يعتبر اسمه اكس دلوقتي. جميل. طيب، مين بقى هيبقى فاضي ان هو يفبرك حاجات من دي؟ بيبقى في ناس معانا احنا مالناش دعوه. طيب، في عندي حاجه هنا اسمها السكشن اهي، تحت اهي. تمام، تضغط على السكشن دوت وتقوم جايب كده. لو انت مثلا شغال على بروجكت كبير هياخد منك مثلا يعني 80 90 سكرين، ايوه، يعني في بروجكتات كبيره جدا ممكن تاخد سكرينز بالعدد مهول، كمان ممكن توصل ل 200. تمام، فانت بتقوم عامل ايه، كل سكرين مثلا متفرعه من حاجه معينه، او كل بيبقى فيه سكرينز رئيسيه زي ما انا ما قلت لكم، او زي ما اتشرح لكم في جزئيه اليوزر فلو، يبقى في عندك سكرينز رئيسيه وحاجات فرعيه. جميل. كل واحده عشان تدخل على التاني بقى في اكشن معين بيحصل عليه عشان انت تتنقل من صفحه لصفحه. طب جميل جدا، فانت بتقوم عامل ايه، جايب السكشن ده مجمع كل صفحه، ها، كل صفحه بالحاجه بتاعتها، يعني كل حاجه، خلينا وليكن ان دي الام ودي اولادها. جميل. الصفحات اللي بتورث منها مثلا، او بتتفرع منها. جميل. شجرة عيلة، فأنت بتجيب الجد الكبير تحطه هنا، تمام، أو الأم وتحط أولادها جنبها. طب جميل جدا. بعد كده
في حاجة اسمها السلايس دي، يعني ايه سيبها دلوقتي، احاول يعني اكلمك عنها بعدين. يعني هو يعني بص انت يعني كل اللي انت بتعمله بتحب، يعني بص بتحدد حاجات معينة كده، يعني بص بتعمل كده زي يعني مش عارف هو بيقولوا عليها ايه، بس انت يعني بص بتحاول يعني ايه، بص انت لما تكون عندك صفحة معينة او ايكونز معينة انت بتستعملها، تمام؟ الايكون دي انت لما بتكون عاوز مثلا تجرب ان انت ايه تكون حاطها عندها في سايز او مساحتها هي المعينه بتاعتها، تمام؟ وساعات بنستعملها في الكومبوننت نفسه او حاجه اسمها الفاريانت، جميل؟ فعشان كده انا مش عاوز الخبطك بيها، عاوز بس ايه يعني دي خليك دلوقتي فاهمها ان هي انت بتحدد حاجه معينه جواها، تعتبر دي المحفظه اللي انت بتحط جواها الشغل بتاعك. طب جميل جدا، حد عنده اي سؤال؟ سيد اتفضل. انا مش سامع هو بيتكلم. طيب في حد سامع حاجة ولا انا عندي مشكلة ولا انتوا سامعيني؟ جماعة سامعيني؟ تمام، ما الناس بتعمل رياكت سوا، يبقى في يعني مشكلة عند سيد هو بقى خلاص. طب حلو، طب حتى الآن الدنيا واضحة؟ سمعني كده يا سمير؟ اه سامع. إيه مع إيه النت قطع عندي، بس فمعلش ينفع تعيد بس الحته بتاعت السكشن اللي قبل ما نحط دي على طول مفيش مشكلة، تحت أمر. بص، حبيبي؟ عندك السكشن ده، أنت لما بتيجي تتعامل مع أبلكيشن بيبقى فيه أبلكيشنز معينة بيبقى فيها سكرينز كتير قوي، تمام؟ ممكن تعدي ال 100 سكرين أو 200 سكرين، وده فعلا بيحصل في مشاريع حية. يعني ممكن انا ما اشتغلتش على مشروع عدى ال 200، ممكن اكون اشتغلت الحاجة بقت 100 114 115 في الرينج ده، بس يعني بتبقى يعني مشاريع الشركات كبيرة جدا، تمام؟ فانت لما بتيجي تتعامل مع حاجة زي كده فانت تبقى الصفحات بالنسبة لك تحس انها تايهة شوية، او كبروتوتايب انت بتلاقي الشكل بالنسبة لك تحس ان السهم ده طالع من ده، وتحس انت قاعد في عشة عنكبوت حرفيا، جميل؟ فانت عشان تحاول تسهل على نفسك بتقوم جايب كل صفحة ومشتقاتها اللي هي زي ايه، مثلا انت عندك صفحات زي الهوم بيج مثلا، جميل؟ بيتفرع منها نافيجيشن بار معين بيبقى تحت كده، مثلا خليني اقول لك ايه اقرب مثال حاجة شبه كده، مثلا بسم الله ما تطلع يا عم، جميل؟ اهو نافيجيشن زي ده كده، تمام؟ فانا بحاول اقوم جايب الصفحه دي 1 2 3 4 5، الخمس صفحات دي كل صفحه بيبقى فيها مش على قد الخمس صفحات بالظبط، لا ده فيها حاجات متفرع منها حاجات، والحاجات دي طالع منها حاجات تانية، فانا بحاول الم الحاجات دي كلها تحت مسمى اسمه سيكشن، بتفرع معايا اسمه ايه، تفرع الهوم بيج مثلا، جميل؟ دخلنا بقى على تفرعات صفحات تانية جديده، فبتبقى انت بتحاول تلم الصفحات بتاعتك دي بحيث ان يبقى الشكل بتاعها لطيف يعني. طيب عندك السلايس دوت، انت زي ما قلت لك انت بتحاول تحدد ايكون معينه، او في عندك نافيجيشن او اي حاجه بقى، شوف انت عاوز تحددها ازاي، بس احنا بنستعملها في حاجه اسمها الكومبوننت او الفاريانت، جميل؟ فالمصطلح ده هيبقى معاك قدام. طيب حلو قوي، عندك هنا الشيبس اللي هي الاشكال مش الشيبس اللي بتاكل، عندك بقى الريكتانجل، عندك اللاين، عندك الايه، بص كل حاجة هنا هو فيجما ما شاء الله عليه، موفر لك كل حاجة، بس كأداء بيعلق، وحرفان معانا يعني متوصي بيها قوي، بيحبني قوي فيجما ده، جميل. طيب فدي الفكرة كلها، يعني انتوا هتشوفوا حب فيجما ليا النهاردة، يعني هو بص كل العيوب ما بتظهرش غير وانا شغال وبشرح، فيعني ربنا يسترها علينا النهاردة كده، جميل. فدي كل الاشكال بقى، عايز ترسم ريكتانجل هتقوم ضاغط كده، تمام؟ هتقول لي طب انا لو عملت كده ايه ده يا عم، ده مبقاش ريكتانجل يا عم، ايه ده بقى، الله ايه يا عم الرخامه دي، هقول لك بص حاجه حلوه كده للزمن وادعي لي، هتقوم ضاغط على الريكتانجل ده، جميل؟ هتضغط على زرار الشيفت، شفت زرار الشيفت اللي عندك على الكيبورد، تضغط عليه وتقوم تسحب كده اهو، هيفضل مربع بنفس الايه الابعاد، هتقول لي الله انا شفت المنظر ده فين قبل كده، مش انت كنت بتعمل حاجه اسمها سكيل؟ بالظبط هو ده السكيل، تمام؟ بس ده حاجه ان انت السكيل هو انت بتصغر حاجات يعني في بيبقى بعض في بعض الاوقات انت بتصغر السكرين بالتكست اللي فيها بكل حاجه،
فالتكست تلاقيه مش بيصغر، هو زي ما هو بس تلاقيه بيخش في بعض، فانت بتحاول ساعتها تستعمل السكيل. طب حاجه زي كده انت لا بتسهل على نفسك بقى، انت بتستعمل الاشكال دي ازاي وكده. طيب هتلاقي عندك في دوائر في الجنب، الدوائر دي بتديك زي الايه اللي بيقول لك الراديوس، اسمها الراديوس راوندد او حاجه زي كده، ان انت بتدور الشكل ده بتخليه مدور كده او هتعمل له زي دايره. هتقول له طب هو مش في شكل دايره عندك هنا اهو، هضغط وشيفت وهسحب. طب ما هي هي، جميل ماشي، ما انا اقول لك هي هي، بس الفكره ان انت لما بتيجي تشتغل على حاجه معينه وانت غصب عنك قمت جاي بدل ما تجيب الدايره وقمت جاي عامل دي، عامل مثلا مربع، فانت هتكسل يعني. تمام ادي كده بص يعني ثانيه اهو، جميل اهو، فانت جبت المربع بالغلط، فانت لسه هتقوم تمسح وتخش تضغط على دي وتجيب وتسحب وتشوف انت ايه ده، انا كنت عامله كام في كام، بعدين ترجع ومش عارف ايه. طب وليه يا عم لكل البتاع ده؟ فانت ممكن تجيب ريكتانجل عادي وتكبر كده. طب انت دلوقتي لما ضغطت بقى حجمه 100%. اقول لك على حاجه، انت لما بتجيب الريكتانجل ده او تضغط حرف الار، تمام، هي الشورت كات، بس انا بحاول ان انا ايدي واخده عليها، فانا بحاول ان انا امسك ايدي التانية دي واشتغل بالايد بتاعه الماوس عشان ما لخبطكوش معايا. طيب بتقوم ضغط ضغطه واحده صغيره بس، فهو بيجيبها لك بحجم ايه 100 بكسل في 100 بكسل، جميل. بس فدي تعتبر حاجه بسيطه. طيب البين تول بقى، البين تول دي اللي هو الشكل بتاع الايد ده، انت دلوقتي قاعد في امان الله، واحد طلب منك ان انت تتعامل تشوف اللي هو شعار اديداس تعمله له بس يعني في السريع كده، تمام، فانت مش عارف شعار اديداس ده ايه الدنيا بتاعته، او انت تتعامل ما جربتش اشتغل عليه قبل كده، فانا اجيبه له منين دلوقتي؟ خلينا دلوقتي خليك ماشي معايا، الناس اللي هي درست فيجما تقول انا ممكن اجيب مثلا نحمله كصوره، في عندنا بلاجنز ممكن نجيبه منها، كمان في كوميونتي ممكن نجيب الحاجه دي منها. طب اتعامل معايا دلوقتي على اساس ان انت لسه ما تعرفش حاجه في فيجما، جميل. طب انت حاول ترسم وتتخيل شعار اديداس كده، خلينا مثلا ندي دوت لون يعني كده نوعا ما عشان الخط يبان اهو، فانا اقوم عامل كده مثلا اهو وانزل اهو، جميل اهو اهو واهو. طيب دي اول حاجة، تاني حاجة اهي نطلع فوق شوية اهو كده كمان، ننزل تحت اهو، تيجي على جنب تطلع فوق، طيب هتقوم جاي على تطلع كده اهو، شايف احنا قاعدين بنلعب وبنهزر ازاي، موضوع جميل جدا. طيب اهو واهو واهو، مثلا اعتبر ده شعار اديداس، تقوم عامل له فيل مثلا وباللون الاسود زي ما هو كده اهو، اتصرفت انت اهو. ادي بقى دي الماركه اللي بتبقى ايه تقليد اديداس دي، اللي مش عارف اسمها ابي ولا ايه، لا اي بص اي كده عم علامه اللي بتبقى محتفظ. فالمهم انت تحاول ترسم اي حاجه. طيب انت دلوقتي الشكل ده من الاشكال اللي انت درستها، جميل اهو، فانت مش عرفت من هنا ان انت الشكل ده هتعرف ترسمه ازاي بالحاجات دي، بالحاجات بالاوبشنز اللي فيجما حاططها لك. طيب فطالما الشكل ده مش موجود عندك في الايه في الاشكال دي وممكن انت تحاول ترسمه، طب هتعمل ايه دلوقتي؟ هتقول لي يا باشمهندس انت من غير ما تقول ده انا هرسمه بالبين تول، جميل يا باشمهندس انت من غير ما تقول انا هرسمه بالبين تول. طب حلوه قوي دي حلوه زي بتاعه سانكيو، خلصت الانترفيو كده قام دلعنا، انت عمال تدينا في اشعار وحاجات حلوه كده، طيب جميل جدا. بعد كده خلينا ايه، هو الصفحه راحت فين يا لهوي اهو. تمام، فانا دلوقتي خلصت ايه حاجه معينه، جميل. خلونا نرجع كده لجزئيه زي ما قلت لك، او اللي انت مثلا عاوز، خلينا بس نكمل الجزئيه دي وبعدين هقول لك بعدين. مثلا عندك القلم اهو، هتقوم راسم قلب اهو، جميل اهو اهو، مثلا هتقوم كاتب هنا ايه امير، هو الام معوقه يعني معلش، هو الماوس بيرعش شويه اهو، وهنا اقول الممبرز مثلا اهو، جميل. اللي كان مستنينا اكتب حرف انسى، ها انسى،
طب جميل جدا. بعد كده يعني هنقوم ايه يعني، انت بص بتجيب القلم ده بتكتب اي حاجة بقى براحتك، شوف انت بتعمل ايه وعاوز تلعب وتهزر ماشي العب وهزر براحتك. طب جميل، هتقوم عامل كنترول ايه وتمسح بقى. ايه ده تاني؟ كنترول ايه وبتمسح كده، انت بتمسح كل حاجة موجودة عندك على الشاشة. حد عاوز يتكلم؟ سيء. طب امير، هو البن كاستخدام انا هستفيد منها في ايه؟ هستخدمها في ايه؟ البن تول صح؟ اه بص في ايكونز، في ايكونز بتبقى موجودة في مواقع، المواقع دي انت بتيجي تستعمل ايكون او الحاجة دي عشان تحملها بتبقى من محتاجة فلوس. انا كنت من كام يوم دخلت سألت الناس معينة، احنا انا بعد اذنكم لو حد يعرف مواقع ان انا احمل منها بلجن او ايكونز اسلامية والاستريشنز، الاستريشنز اسلامية وكده جميل، ادوني مواقع معينة دخلت اتضح لي ان انا بحمل الاستريشن دي او اللوجو بتاع الحاجه دي بالايه، بلون اسود وابيض. طب انا عاوزه بلون تاني مختلف، فانا بقوم جايبه وحطه قدام مني وبجيب البين تول وافضل اشفه كده زي ما قلت لك انت فاهمني، بفضل اجيب البين تول وامشي عليه لحد ما اعمل الايكون او البوتون اللي انا عاوزها دي. انا اسف، الايكون او الاستريشن دي. طب جميل جدا، فهو ده كان الموضوع كله يعني، او دي فايدته يعني. اي حاجة انت ممكن ما مش تكون متاحة ليك فانت بتحاول تصرف نفسك بيها. طيب ممكن ما تستعملهاش، ممكن يعني ممكن انت تركنها، بس انا شايف انها مفيدة جدا، وده مش استخدامها بس يعني، مش ده استخدامها بس. تمام، انت بتحاول تعمل اشكال تانية مختلفة يعني. بص هديك مثال، خليني دلوقتي هو كان في ايه، حاجة زي كده. الشكل اللي انت شايفه قدامك ده، ده وده، ده ايه؟ ما ده انت ممكن تخش تلعب شوية بالبين تول جميل، يعني تقوم جايب ده كده، ويعني انت لو شلت ده كده اهو جميل اهو، هو ده. انت لو جيت تبص لاصله او ترجع لاصله هتلاقيه كله عبارة عن ان هو كان مستطيل وانت لعبت شوية في البين تول لحد ما ظبطت الشكل بتاعه ده كده. نرجعه كده تاني عشان الناس اللي معاه المشروع ما ايه ما تعملوش حوار. طب جميل، فانا كده يعتبر اديتك زي ايه، كل حاجه ليها اكتر من اهميه تمام، فان انت تحاول تربط معاه بس الكلام البسيط كده دلوقتي كل حاجه هتبان اهميتها النهارده ان شاء الله. طيب في عندك التكست، انت ممكن تجيب تكست وتكتب اهو، اهو شايف اهو الكتابه كبيره هنا، ما كنتش متوقع انها تبقى كبيره كده جميل. بس فده الموضوع كله. طب جميل، بعد كده عندنا حاجة اسمها الريسورسز، دي اللي هي الأشكال المحطوطة فوق بعضها دي، أنت بتضغط عليها بتحمل بلاجنز معينة جميل. بلاجن دي بقى أنت إيه بتتعامل معاها كتير، شوف أنت بتستعملها بتسهل عليك شغل معين. طيب لها استخدامات، أو لها استخدامات هبقولها لك إيه كمان شوية كده. طيب الهاند تول دي، طب الإيد كده بتيجي يمين وشمال، يعني في اي مشروع بيبقى فيه سكرينات كتير بتيجي بتحس انت تستعمل الهاند تول كده، او تضغط حرف الاتش كده اهو بتجيلك الهاند، في بترجع، اتش بتيجي، في بترجع، الفي دوت زي ما اتفقت معاك هو الموف تول اهو، ده اهو ده اهو جميل. فانت حاول تحفظ الاختصارات، انا ايدي معلش انا اسف انا ايدي واخده على الاختصارات فماشي يعني، المهم انتوا تكونوا بس فاهمين الجزئيه اللي انا بقولها لكم ده. لو انت عاوز تكتب كومنت جميل، خليني بس اكتب لكم كومنت في صفحة تانية عشان ما بحبش اشتغل في كومنتات في صفحة. هو المسطرة برضو عاملة زي الموف تول، برضو المسطرة الايه، اللي هي المسطرة. ما انا فاهم، انت مش هبص، انت مش هتفضل ضاغط على المسطرة وتشد انت فاهمني، بس تفرض هو انت بأمانة، مثلا قاعد ايه هو بأمانة لحد وقت كنت شغال ايه بالمسطرة، بعمل مسطرة وبشتغل، عشان انا كنت واخد موضوع ان انا اروح على الاتش بعد كده على الفي اتش في كده، فكنت تقيل عليا، فكنت بمسطرة على طول. تمام. بص انا يعني ايه براعي الناس اللي هم بيبقوا قاعدين على السرير ومتدفيين وحاطين اللحاف تمام، مستخدمين ببطانية كده ومكسل ان هو يعمل اي حاجة غير ان هو حاطط اللاب على رجله ودافيان جميل جميل، حتى لو هو عطشان وجعان بيكسل يوم يجيب لنفسه يشرب او يعمل لنفسه اكل في التلج اللي احنا فيه ده، فهو بيبقى عامل ايه، ضغط على الاتش ويفضل يتحرك بايده كده جميل، والفي ويضغط بايده، مش هو مثلا كل شويه يطلع ويحرك يعني انا مش هفضل ضاغط بايدي كده على
على المسطره، انت ممكن تستعملها ما فيش مشكله عادي، هو انا مش بحاسبك انت بتستعملها ازاي، انا بديك كل حاجه، بتبقى بديك كل طريقه بتتعمل بيها ازاي او بتستعمل دي ازاي واستخداماتها، وانت بتنطلق بقى مع نفسك، ما بجبركش انك تعمل حاجه معينه، انا مش بحاسبك انت بتعمل الشكل ازاي ولا بتكبر، انا كل اللي يهمني ان انا طالب منك بروجكت انت بتوريهوني زي ما انا طالبه منك، بس مش بحاسبك بقى انت تستخدم مسطره، تستخدم الهاند تول، يعني شويه حاجات كده بدائيه، يعني برضو ايه، ما تحاولش تخلي حد يجبرك بالطريقه اللي هو حاببها، لا انت اشتغل بالحاجه اللي انت تحبها، لا تمام؟ ما اكيد ما انت بتديني اختيارات وانا بشتغل بالطريقه اللي بتريحني، مش اللي بيريحني وبشتغل بيه. بالظبط كده، ما هتضربني بقى كده، بتزعق لي ليه؟ تمام عيب يا عم، في ايه؟ ماشي ولا يهمك. حبيبي حبيبي، تمام. طيب فالمهم انا كده اعتبر شرحت لك كل حاجة هنا، ده الكومنت، لو انتوا اكتر من حد شغالين في بروجكت فبتضغط على كده وبتضغط هنا وتكتب الكومنت بتاعك وبتضغط على علامة الزرقاء دي فالكومنت بيظهر، فانا مش ايه، مش بحب ان انا اشتغل، او بصوا يعني ممكن مثلا انا شغال في مشروع، واحد بعت لي لينك، تمام، قال لي خد يا باشمهندس، في حد من التيم اللي عندنا في الشركه مثلا قبل ما يسيب ما يسلم نمر ويمشي، تمام، اشتغل على المشروع ده، فانت ممكن تحاول ايه تشوف انت الدنيا لو في تعديلات ممكن تعدلها، تمام، فانا داخل عشان اطلع تعديلات اصلا، يعني ده انا داخل عشان اطلع تعديلات، تمام، عشان بس ما حسسهمش بالزعل بقى ان انتوا خسرتوا راجل محترم وبتاع وعلى عينه وعلى راسه، جميل، فانا داخل، فانا اول حاجه شفت لقيته عامل حاجات بطريقه مش لطيفه، شغله ما كانش احسن حاجه، تمام، يعني بيستعمل حاجات بدائيه شويه مش ادفانسد، يعني ممكن لو استخدم حاجات اكتر، يعني لو كان تطور من نفسه في الحاجات دي ممكن تكون ايه بالنسبه له الدنيا تبقى اسهل، فانا اول حاجه تيجي في دماغي اقول ايه، مين النقاش الحمار اللي كان قبلي، اللي كان قبله اهو، جميل، وهبعت الكومنت واحطه كده ايه للي رايح واللي جاي يتفرج عليه، طب اهو، فانا كده حطيت كومنت اهو واتحفظ، فالناس اللي راحوا والجايه ده قال له ده في كومنت اهو باشمهندس امير قال ايه ده، مين النقاش الحمار، لا ده الحمد لله الراجل اترفد، طب انا لو خلاص يعني ايه عاوز يعني خلاص الراجل انا سامحته يعني على الاخطاء اللي هو كان عاملها، اقوم ضاغط على ال3 نقط دي واديت، وممكن اعمل له يعني امسح الكلام ده كله خالص وايه ويتمس من هنا، انا اسف من هنا، وبتعمل ديليت، تعمل ديليت للحوار ده او ديليت، فانت مسحت الكومنت بتاعك اهو او الكومنت اللي انت عملته خلاص، يعني الشخص ده انا يعني رضيت عنه الحمد لله. طيب بعد كده قلت لك ان في يعني شوية حاجات فوق كده، ان انت ده الديف مود اللي للاسف للاسف خلوه بفلوس، العالم المستغلة، تمام، دي علامة الشير، لو انت عايز تشير اللينك لأي حد بقى يخش يبص بص على المشروع بتاعك، جميل، وفي شوية اوبشنز تحت كده كتير، ف انا شخصيا ما مش عارف لازمتها ايه، بس يعني يلا خير مش مهم، في هنا دي انت بترن الشكل بتاع الديزاين بتاعك بقى بطريقتين، بطريقة يا اما بتعمل بيها البريفيو ان انت بتخليه بشكل مبسط كده وشكل صغير في الجنب زي ما ادوبي اكس دي كان شغال عليها قبل كده، او ان انت بتفتحه في صفحه جديده ان انت بترن حاجه معينه. طيب انت كده شرحت لنا الواجهه بتاعت فيجما، طب هنشتغل على فيجما ازاي وايه التولز بتاعتنا فيها، صلى على النبي، انت دلوقتي اول حاجه هتستعملها مثلا ان انت عاوز تعمل سكرينة موبايل، جميل، فانت بتقوم داخل عامل ايه، فاتح الفريمات دي، اضغط على حرف الاف، هتلاقي في عندك كلمة فريمز اهي من فوق، اضغط على كلمة فون هتلاقيها متفعلة اوريدي اصلا، هتجيب ايفون 14 بلس، هتقول لي ايه ده اشمعنى ايفون 14 بلس، لان ايفون 14 بلس دوت هو عبارة عن ايه اللي هو واستنى، لا مش 14 بلس يا ربي، ده هو ايفون 13 14، انا اسف، 13 او 14 ده بيبقى طلع فيرجن الايفون او الايفونات، يعني كان كله نفس المقاس اللي هو 13 14، وكان واخد معاهم ال 12 برضه، جميل، ومعظم موبايلات الاندرويد واخده نفس مقاس ال 13 وال 14، بحيث ان انت لما بتلاقي تليفون دلوقتي يقول لك الله ده في 4 كاميرات نفس الايه الشكل بتاع
الايفون، وواحد يطلع يقول لك ده الاوريجينال ويتعمل كده وب 2299، وتيجي في الاخر تشتريت لي نوكيا وحطيت له منظر من بره. طيب بعد كده هتقوم انت داخل جايب الايفون 13 14 ده وتحط الفريم هنا اللي هو 390، اهو 390 طول، انا اسف عرض، والطول ده انت بقى تتعامل معاه براحتك انت، فاهمني؟ على حسب اللي انت الكونتنت اللي هتحطه هنا. طيب بعد كده انا جبت السكرينه دي قدامي، طب في ايه المفروض قواعد احاول اراعيها؟ قلت لك ان في حاجه اسمها قواعد السبيسنج، جميل، بيقول لك في قاعده اسمها قاعده الثمانيه بتضرب في مش عارف ايه عشان تعدي ايه وحاجات كده. طيب انت المفروض هنا بتحاول تنظم الشغل بحيث ان انت تكون بدايتك عند نقطه معينه ونهايتك عند نقطه معينه. طب جميل، اول حاجه بتعملها بعد ما تحط السكرينه دي في حاجه اسمها لاي اوت جريد، تمام، او لاي اوت جريد، فانت بتضغط على علامه البلس اللي في الجنب دي كده بالظبط، جميل، تضغط عليها كده فانت ظهر لك شكل كده عامل زي الايه، الشكل البياني بتاع، شفت كراسه الرسم البياني اللي انت كنت بترسم فيها والمدرس يقول لك انت بتمسح وتيجي تكتب بالقلم الرصاص وتيجي تمسحها، تمام، تلاقي القلم الرصاص ما بتمسحش فبتضطر تقطع الصفحه وتخش على حاجه جديده، جميل، فدي الفكره كلها. فانت بتقوم ضاغط عليها فبيظهر لك الشكل ده، هتقول له طب ماشي هو انا هشتغل بالمنظر اللي انا شايفه قدامي ده؟ يقول لك لا استحاله. ازاي بقى؟ هقول لك على حاجه، في ناس يعني مع احترامي للكل بتحاول انها تستخدم حاجات معينه او اعدادات معينه غير اللي انا هشرحها لك دلوقتي، جميل، انا يعني انا شايف ان دي اكتر اعدادات يعني هتريح الكل وبتراعي كل قواعد اليو اي، جميل، ممكن غير يشوف غير كده يعني، احترامي للكل، انا ما بقولش على حد غلط او حد صح، هو في الاول وفي الاخر الناس بتعمل ديزاينز يعني كديزاين بيبقى معمول حاجات جامده. طيب عندك اللي هو الشكل اللي انت ظاهر لك كده، بتقوم ضاغط على المربعات الصغيره دي اللي هي في الجنب دي، شايفين الماوس بتاعي فين؟ شايفينه اهو، تضغط عليه، ففي عندك حاجه اسمها جريد دي، لا انت بتقوم في سهم صغير طالع منها، فبتقوم عندك حاجه اسمها الرو وحاجه اسمها الكولمز اللي هي الايه، العواميد. طب هات العواميد دي كده اهو، شايف منظر العواميد؟ اه، يعني انت عاوز تقول لي ان انا كبدايتي هبدا من عمود هنا في الجنب ونهايتي في عمود هنا في الجنب؟ اه طب ماشي، ما انت بدايه العمود هنا نفسها بدايه السكرين ولا ايه؟ هقول لك اتقل عليا، تمام، هتقوم ضاغط على عندك خمسة دي، خمسة، لا انا بفضل انت تتعامل مع اربع عواميد بس، جميل، تمام، فالاربع عواميد اهم، واحد قال لي ده هم كانوا خمسة مثلا اهو، جميل، وعاوزهم اربعة، بضغطت اربعة، تمام، وما اتحفظش ماشي، ما عشان لسه المربع لسه يعني انت فاهم، انت ما غيرت ما ضغطتش على اي حاجة تانية، بص اضغط على نفس المربع ده كده او على الشكل من اي حته فاضيه فيه هتلاقي الاربع عواميد تسيفهم. طيب برضو بدايتي هنا ونهايتي هنا، عملت انت جديد، هقول لك على حاجه حلوه، هقول لك على حاجه حلوه جدي. طيب في حاجه عندك اسمها المارجن، تمام، وعندك حاجه اسمها الجوتر. المارجن ده هو عباره عن المسافه ما بين اول نقطه في الفريم واول نقطه في العمود، ان انت بتحاول تسيبها فاضيه. ليه بقى؟ الشاشه بتاعت الموبايل ابلكيشن كده، تستعمل ابلكيشن معين، هل انت لما بتتعامل مع حاجه منهم، جميل، لما تيجي تتعامل مع اي حاجه منهم بتقول ان انا بتلاقي كل الكلام داخل على الجنب كده، جميع بتلاقي كل الكلام كده بتاع الابلكيشن مش بيكون في بدايته عند نقطه معينه، تحس انه الكلام منظم؟ طب الناس دول لما عملوا الديزاين بتاعه نظموها ازاي؟ تحسوا انه مسطره كده، جميل، فانا بقوم قايل لك ان انت هنا بتخليها 18 بكسل، جميل، اهو، فهو بعد عن هنا كده 18 بكسل، هو البكسل المربعات الصغيره اللي انت شايفها دي، اهو بكسل 2 3 4، احنا مش هنقعد نعدهم للسنه الجايه. طيب الموضوع كتير مهضوم، كتير مهضوم. طيب انا دلوقتي كده ايه، ظبطت المارجن، طب الجوتر بقى المسافة بين كل واحد والتاني خليها 16، جميل، ما بين كل عمود والتاني 16، ليه؟ هتعرف، اتقل عليا بس، جميل، الناس بتحب تسمع اتقل عليا دي، بيحسوا ان في حاجة حلوة جاية قدام، فخليك كده ايه معايا كده
يعني انت جربتني في كذا مرة قبل كده، عرفت ان ايه العالة دي جاي عليها شوية حاجات حلوة كده قدام. طيب انا كده خلصت ايه الجزئية بتاعتي اللي هو ان انا عملت خلاص، ظبطت شغلي، حددت المقاسات اللي انا هشتغل عليها، تمام، وبس يعني دي الفكرة كلها. طب جميل جدا. انا دلوقتي كواحد لسه مبتدئ جديد عاوز اشوف تمبلتس بسيطة، ان انا لو هعمل ديزاين لسكرين معينه او حاجه، مش انت لما بتيجي تشوف ديزاينرز مثلا عاملين ديزاين او حاجه كده، بيكون هو جايب مثلا يعني بسم الله الشكل اللي انت شايفه قدام فوق ده كده، اللي هو الساعه طب الحاجات دي بنجيبها منين؟ هقول لك بتيجي منين. مش قلت لك ركز معايا في حاجه اسمها فيجما كوميونيتي؟ ممكن تلاقي العلامه بتاعتها في الجنب فوق كده او من تحت، تضغط على علامة اكسبلور كوميونيتي، بتعمل سيرش عن ملف اسمه خليه انجلش كده اي او اس 14 يو اي كيت، جميل، فور فيجما مثلا، فانت بتقوم ضاغط اوكي او انتر، فهيظهر لك فايل. اول فايل هيظهر لك بيقول لك شافه 219,000 واحد، تعال العيال، فانت تقوم ضغط عليها كده. طيب هتقوم عندك هتلاقي في حاجه في الجنب اسمها اوبن ان فيجما، فانت تضغط اوبن ان فيجما هتلاقيه حمل معاك. فانا عشان الفايل كان معايا محمل قبل كده فهفتحه لك من على اللي انا هقوله لك دلوقتي. طيب اتس فيري جود. طب لحد دلوقتي في حد مش واضح له جزئيه يا جدعان؟ الناس بس فاهمة الحوار كله حتى الآن؟ عارف اتعامل مع فيجما؟ طب انتوا حد اتعامل مع فيجما امنكم قبل كده؟ عشان لو كده برضو عشان حفاظا على الوقت وما تملوش ابدأ اشتغل على طول يعني. يعني اوريكم الحاجات السريعة كده. ايوه انا تقريبا خلص حكمة. طيب في حد تاني؟ انتوا تمام على فيجما كده يعني ابدأ بقى ايه؟ ماشي، عشان بس انا حسيت ان انا مليت كده. جميل. طب عشان بس ما تملوش مني، فخلاص هنحاول ان احنا ايه اسرع الريتم شويه. جميل. فانا قلت لك دلوقتي انت بتتعامل مع شويه حاجات كده، تمام، يعني خاصة بالايفون، ممكن تجيبها جاهزة كده كعامل مساعد ليك، لان انت مش هتقعد تشوف الشكل ده تعمل له ديزاين مع انه هو موجود قبل كده، الفكرة كلها يعني. بس فده الموضوع، ان انت بتشوف شوية الحاجات اللي انت يعني هتحاول تستعملها، مثلا يعني دي بتبقى موجودة مثلا في الايفون 14 نفس المثل انا وريته لك، حاجات زي كده. فده الموضوع. طيب هنا بس مثلا هنا تايتل معين انت عاوز تعمله، مثلا يعني انت شخص بتحب يعني شوية منظرة كده بسيطة، تقوم مغير الواجهة دي، تمام، وتغير اسم فيجما وشوية نوتيفيكيشن كده عشان، وتقوم واخد السكرين دي تبعتها لواحد تقول اوبا ده انا اشتريت ايفون نادي حسنين، يقول لك الله انت ورثت ياض ولا ايه، انت فاهمني؟ فدي الفكرة كلها، تمام. لا هو حسنين هيبقى مكمل معانا في الكورس كيو اكس ويو اي، يعني هو راجل محترم كده حبيبنا ومشارك في كل حاجة. طيب بعد كده فانت دلوقتي لو عاوز تشوف يعني عاوز تبان ان حالتك رايقه يعني، فيعني ايه خش اعمل حاجات حلوه، هبعت لكم اللينك برضه على الجروب بحيث ان انتوا تستفادوا من حاجه زي كده. طيب جميل. برضه مثلا هنا الشكل ده بيبقى فيه حاجه في الايفون كده بيقول لك زي حاجات للاطفال، فاهمين الدنيا، ويبقى الطفل ده زي بيدخل عمليات حسابيه او حاجه بيجاوب على ارقام معينه، فدي بتبقى في الواجهه نفسها، بتبقى انت الطفل بيختار من 1 2 3 4 5 6، تمام، ويبقى مثلا في اختيارات معينه فبيقوم جمع ارقام عشان يعدي مراحل معينه في الايفون. جميل. اللي معاه ايفون هيبقى فاهم حاجه زي كده، انا مش معايا ايفون، انا معايا هواوي، فدي الفكره كلها يعني. احنا لسه ما لسه يعني احنا ما بقناش زي حسنين. جميل. برضه جينا لجزئيه هنا، مثلا لو انت حبيت تعمل زي النافيجيشن بار بسيط، بص كل حاجه انت هتتمناها في الايفون هتلاقيها هنا، كل حاجه. جميل. مسجات اهي، صور، بص انا هديك اللينك وانت تعيش
وانت ايه تعيش بالظبط. طب في هنا صفحات في الجنب هنا حاجه اسمها بيدج، زي في اي او اس وايباد، تمام. هتخش هتلاقي الايباد اهو، شكل الايباد اهو، هتقوم داخل برضه، قوم حسنين داخل وبعت لصاحبه يلحق. الله ادي حسنين، ده انت بقى ابوك مش ورث، ده انتوا بعتوا مقبره فرعونيه حرفيا. جميل. فدي الفكره كلها. طيب بعد كده قلت لك ان انت هتقوم جايب مثلا الحاجات دي، مش مهمه بالنسبه لي قوي يعني، انا مش ما بستعملهاش في الديزاين اصلا يعني، الا اذا لو انا الابليكيشن بتاعي مثلا مطلوب مني ان انا يعني، مثلا في شركات او كان كبروجكت انا اشتغلت عليه قبل كده، انطلب مني ان انا لما اجي استعمل الحاجه اللي زي كده او الشكل ده او يعني مش عارف اقول لك ايه، الايفون نفسه ان انا اديله مثلا شكل الاشعارات من بره، فانا يعني هجيب له الشكل منين؟ الا لما ادخل على يعني، خلينا مثلا نيجي على الهاند تول اهو، ونيجي كده شويه جميل، ونرجع فيه تاني اهو جميل. فانا عاوز ادي نفس شكل الاشعارات، فهو الابليكيشن اسمه كذا مثلا، اشيل الايكون واحط ايكون غيره، والاسم والاشعارات اللي جات لي من بره شكلها كذا. طب حلو قوي، فانت ممكن تتشيك شكل الاشعارات عشان لو في ديفلوبر اشتغل بعد منك على الجزئيه دي. طيب عشان كده انا وريتك كام حاجه. طب جميل، فانت كده ظبطت ايه الشكل بتاعك كده. انت دلوقتي هتقوم داخل على جزئيه ان انا بقى عملت الشكل، فانا عايز اكتب مثلا حاجه في الاول كده اسمها ويلكم تو ابلكيشن معين بقى، اللي هو ويلكم معين كده، انت فاهم. ابلكيشن دي الصفحه الاولانيه تعتبر اسمها سبلاش زي ما قلت لكم قبل كده. فانت مثلا يعني بعيدا عن ان انت عاوز تستخدم لوجو دلوقتي، انا بس بديك حاجه بسيطه، انت بتكتب ايه؟ اه ده انا عامل الهاند قشطه، اقوم جايب تكست كده واضغط هنا مثلا، اقول ايه هالو مثلا اهو. جميل. هو الخط كبير قوي كده ليه؟ خليه على 32 او 40 مثلا، انا بديك حاجه بسيطه كده تمام. طيب بص، انت حطيتها هنا مثلا كده، هتفضل تجيب الماوس وتستنى الخط وتطلع، وهوب ده انت ايدك رعشت طلع بره، تقوم جاي كده تاني وتطلع، وايه ده مش عارف ايه، هوب طب فين النص؟ طب ماشي، ما انت ممكن في عندك حاجات فوق هنا كده جميل، اللي هو ايه شوية حاجات حلوة كده من فوق، ان انت كده هتجيبه على جنب اليمين، كده هتجيبه على الجنب الشمال، كده هتحطه في النص، كده هتخليه فوق خالص، كده هتخليه تحت خالص، كده هتخليه في النص بالظبط، كده في النص بالظبط. يعني خلينا نفرض ان هو كده جايبه كده بقى في النص. طيب ما انت قلت في النص بالظبط، ماشي، ما في النص بالظبط كده، والبتاع دي كده، فكده جابها لك ايه، وصلها لك في نص الصف. طيب فونت الخط بقى ناس كتيرة بتختلف عليه، انت بقى بتستعمل خط اسمه روبوتو، خط اسمه انتر، خط اسمه كايرو، خط اسمه بوبينز. جميل. ناس كتيرة بتتعامل مع خطوط كتير. طب يا باشمهندس امير، انت بتتعامل مع خط ايه؟ انا بتعامل مع خط فودافون فليكسات، تمام، بيديني 1200 فليكس وايه و12 جيجا بايت مجانيه. جميل. فالحاجه دي الموضوع ده، هو ما فيش خط اسمه خط فودافون فليكسات هنا في فيجما، انا بس بقى ايه بظبط لك الدنيا يعني. فانا بستعمل خط، انا كشخصيا بتعامل مع خط اسمه بوبينز اهو، اهو ده اسمه. جميل. حاجه سيمبل وبسيطه كده لليوزر، تمام، حس انها يعني بعيدا عن الاشكال يعني، مثلا انا جبت تكست زي ده كده اهو. جميل اهو، هفضل اعمل مثلا، عملت حاجه زي كده، حاجه زي كده. انت لو دخلت على الابليكيشن لقيت تكست زي ده كده كديزاين، ما يعني مش عارف انا هيبقى ايه رد فعلي ساعتها، بس انا هبقى عايز ادور على النقاش حرفيا يعني، مش عايزين نغلط في حد اللي هو اشتغل قبلي، تمام. يعني مفيش حاجه اسمها تكست تعمله كده في واجهه اساسيه يعني، هو ممكن يكون ده لوجو مثلا، انا ما عنديش مشكله، بس بقى ما تجيش في صفحه هوم تقوم كاتب لي هالو بالمنظر اللي انا شايفه ده كده، تمام. لا، انت بقى بتستعمل خط فودافون فليكسات زي كده يعني. جميل. بعد كده بوبينز، هو ده بوبينز اللي انا بستعمله. جميل جدا، يعني حاجه تحس انها سيمبل ورايقه لليوزر نفسه. طب جميل جدا، انا دلوقتي كده عملت اعتبر حاجه بسيطه. طب انا دلوقتي مثلا كده احتجت مثلا، خلاص بعيدا عن الصفحه دي، ان انا دي صفحه هوم بيج مثلا كده جميل، وقلت في هنا كلمة هالو تبقى بدايتي هنا كده. طب جميل، بعد كده هتلاقي عندك هات الصفحة دي ونجيب
حاجة من هنا كده مثلا، يعني ممكن حد يعني يشارك معايا اجيب انهي تمبلت، او يقول لي كل تمبلت دوت خاص بايه مثلا، ولا اصل يعني حد هنا معاه ايفون؟ طيب احنا غلابة يا امير، انت بتتكلم في ايه؟ ما هو انا زيكم والله. تمام. كلنا واحد عامة. يعني هنبدأ في بسم الله. انا كنت عاوز اقول ايه، ان الشكل اللي قدامك ده من خلال خبرتي في الديزاين مش خبرتي في الايفونات. تمام. عرفت كل حاجة دي او ده بتاع ايه. اول حاجة ده او اول واحد ده بيبقى عبارة عن ان انت جايب الديزاين بتاعه بشكل بسيط، اللي هو كايفون بيبقى ده الشكل بتاعه سيمبل. طيب اللي تحت ده جميل، اللي تحت ده لو انت في مكالمة، لو انت في مكالمة فبيبقى في الجنب كده العلامة بتاعت التاريخ لونها انا اسف بتاعت الساعة لونها اخضر. طب دي لو جاي لك مثلا مكالمة انت بقى عايز ترد عليها او حاجة، فدي الفكرة كلها يعني. طيب جميل. بعد كده عندك الحمرة دي اللي اللون الاحمر ده، ده لو انت بتعمل ريكوردنج سكرين ريكوردنج للايفون. طب جميل. دي كده بيقول لك ان انت لو ايه يعني ثاني كده بص عليها بيقول لك ماشي. هو عامة دي لو انت مثلا في مكالمة انت عايز او هي بص في الجنب يعني، بص اقول لك على حاجة، انت واحد رن عليك فانت خلاص طيرت المكالمة، فبيقول لك ان في مكالمة على الشبكة الفلانية. جميل. دي لو انت المكالمة ظاهرة ليك. ده بقى كده دخلنا على اللايت مود بقى، اللي هو لو هو الدارك مود فاللون هيبقى ابيض. طب حلو قوي. هتقول لي يا باشمهندس هتلاقي حسنان طالع دلوقتي يقول لي يا عم انت قاعد بتهبد، ايه الوان ومش عارف ايه وحاجات كده. اقول لك بس اهدى علينا كده شويه عشان نبدا ناخد تمبلت بسيط. فانا هاخد اول واحد كده كنترول سي، وهنا هقوم عامل كنترول في، وانا دلوقتي يعني عاوز اوسطنه ولا احطه فوق كده، فهعمل ايه؟ هقوم جايب علامه دي كده و اطلع شوية يعني خليه فوق خالص كده بده كده. تمام. زي ما اتفقنا انت ما بتقومش جايب دي وتيجي في النص وتستنى الخط اللي في النص وتطلع لا الكلام ده مش بتاعي، الكلام ده بتاع الناس الايه اللي لسه البيجنر اللي بيتعلمه. طب جميل. بعد كده قمت جاي انا داخل كاتب لك ايه كلمة هالو كده جميل، فانا عاوز احط صورة يا باشمهندس. الله. طيب هتقول لي انا اجيب ريكتانجل واعمل كده، اقول لك تبقى غلطان. تجيب ريكتانجل ليه؟ ما تجيب فريم احسن. طيب فريم اهو وجبته، وهختار مثلا ايه كده مثلا اهو جميل، واديله مثلا لون يعني اي حاجة بسيطة كده دلوقتي. طيب تمام. هتكست ده هنا كده اهو اهو، وده ابلكيشن اهو. فين كبرت دي وخليتها كده في النص. طب ودي الواجهة بتاعته في الاول، دي تعتبر واجهة الهوم مثلا يعني، وكلمة هالو اهي. جميل. طب انا دلوقتي عاوز احط صورة هنا اعمل ايه؟ في واحد يقول لك ان انت هتقوم ضاغط على شفت العلامه بتاعت الفيل في الجنب دي، فيل دي اللي هو انت بتحاول تملى الشكل ده، لو مسحته هتلاقي ايه الشكل موجود بس معمول. طب انا اعرف اذا انه موجود، هتعمل استروك هتلاقي عمل لك استروك للشكل من جوه كده. طيب هو عمل لك حددولك من بره يعني. طب جميل. بعد كده هتقوم عامل ايه؟ داخل على انا قلت لك هترجع الفيل تاني تديله لون يعني محمر كده شوية، حاجة بسيطة بس عشان تكون فاهم. ضغط على كلمة الفيل دي، وفي كذا حاجة هنا. دي لو انت عاوز تعمله لينير مثلا، اللي هو تدخلات الألوان لون في لون. جميل. لون في لون، حاجات زي كده انت فاهم، اللي هو يبقى اللون غامق شوية وانت يعني يعتبر فهمت الفكرة. ودي لو انت عاوز تضيف صورة، دي لو انت عاوز تضيف فيديو كمان. دي مثلا عاوز تضيف صورة بقى من عندك من جوه الجهاز، فانت بتضغط على كده امبورت واحده من جوه الجهاز. فانا مش عاوز امبورت حاجه من جوه الجهاز، خلينا نرجعه تاني مربع زي ما كان، ونستعمل البلاجنز بقى اللي انا قلت لك اركنها شويه. طب حلو. انا اضغط على البلاجنز، في حاجه عندك اسمها انسبلاش، هعمل لها اكتبها تاني برضو عشان الناس لو عايز تبحث عنها. انسبلاش وتعمل سيرش، هي اول واحده ظهر لك دي اللي هي الواجهه اللي انت شايفها ده، تعمل لها رن. جميل. واضح اللي انا بقوله دلوقتي؟ انا بس بديك حاجة بسيطة يعني. طيب اليوم اللي هيبقى في العبور زي ما قلت لكم هيبقى يوم السبت، لو حد عرف ينزل هينزل، لو ما حدش نزل
يعني هو في ناس هتنزل اكيد، وبس اللي مش هيقدر ينزل ساعتها هيبقى في برضه نفس اليوم اونلاين، هيبقى في عبارة عن ساعتين، ساعة هتطبقه عملي يو اكس، وساعة هتطبقه عملي يو اي. هديك 3 سكرينات حاجة بسيطة كده تحاول تقلد لي زيهم. طب جميل جدا. طب حتى في بتاع كام؟ الصبح كده لما نكون بالليل في نفس الميعاد 8 كده. ما هو انا ليفل 2 8 هنتصرف. طب هو مهم يعني، هو مش صبح تمام يعني، عشان عندي كل يوم السبت. بالليل. هبقى بالليل اخر اليوم كده 8، وسيشن ليفل 2 هحاول اسجلها لكم، واللي هو الموجود في ليفل 2 هبقى ابعت له اللينك. طيب عامة، فعشان بس ما اطولش عليكم، فانا كده وريت يعني احنا هنعمل ايه مع بعض. طيب فانا كده جبت الايه اللي هو اللي اسمه ان سبلاش ده. تمام، هتلاقيها المفروض هي اكبر من كده شوية، بس انا مش عارف هي مالها كده، هي خست كده ليه؟ كل حاجة خست دلوقتي يا باشمهندس. ده بقت اللي اسمها دي بقت بفلوس، مش عاوز دي، ده انا خايف دي كمان، والله انا خايف انا سبلاش تبقى فلوس هي كمان. المهم جينا، انت ممكن تجيب اي حاجه بقى، تجيب صور اكل اي حاجه بقى. خلينا نتكلم عن ابلكيشن اكل. جميل، لان الناس بتحب تاكل. صوره زي دي هتضغط عليها كده هيظهر لك حاجه غريبه. الصوره كبيره قوي، حطها في الفريم الصغير ده ازاي؟ ايه ده متاكله يا عم؟ هقول لك انت غلطت، انت غلطت وعملت غلطة كبيرة. ايه هي الغلطة؟ عشان تجيب الصورة تحطها في الشكل من جوه ده، هتقوم عامل حاجة اللي انت بتحددها كده، تضغط عليها كليكة واحدة كده وتضغط على الصورة دي اهو. الله، الصورة اتحطت بنفس الابعاد بكله، عشان نفس المنظر ده، هو ده. جميل، فده الموضوع كله. هتلاقي كلمة هالو مش مظاهرة، ممكن تديها لون ابيضيكة مثلا اهو، ابيضيكة شوية اهو، بلاش الاسمريكة. جميل، هحطها هنا في حتة باينة. جميل، بس بديك حاجة بسيطة يعني، او ممكن تخلي الشفافية دي قليلة اهو. ازاي؟ بتضغط على دي هتلاقي في عندك في ناحية الالوان كده 100%. تمام، ده مش مجموع، لا ده دي الاوبست بتاعتها او الشفافية. تخليها مثلا ايه 60. ما انت ممكن تدي اللي قبلها لون اسمر مثلا. جميل اهو، عشان كلمة هالو دي تظهر وتبان، واظهر وبان عليك الأمان. ثانية واحدة خليكم معايا. تمام يا باشمهندس، ثانية واحدة. تعالوا اشربوا شاي. طيب المهم، حبيبي انا بشرب نسكافيه. انت بقفل الواتس بقى وركز معايا. تمام، واللي قاعد على الفيس وزي يحاول يقفل الفيس ويركز معايا، عشان ايه؟ ما يعني ما مش هتستفاد حاجة لما تعرف ان الشاذلي نزل عروض لبيوت متنقلة. تمام، ومش عارف مين عمل ايه، وده نزل ايه، وده عمل، وده راح فين، وده جه منين. طيب حلو اوي، فانت كده عملت حاجة بسيطة. طيب هتقول لي يا باشمهندس انا بشوف ابلكيشنز، تمام، كل شوية تلاقي دي بتيجي يمين وشمال، وفي صور كتيرة في الجنب كده، بتتعمل ازاي دي؟ دي بتتعمل ازاي؟ هقول لك بتتعمل ازاي. انت دلوقتي جبت صورة، هاتها كده بره. الله، انت سحبتها كده ليه؟ او سحبتها ازاي؟ بص، هتلاقي في عندك بسم الله زرار الالت ده اللي عندك في الكيبورد، تضغط عليه هتلاقي فيه، او بتحدد شكله هتلاقي فيه معمول السهم ده، انا بقول عليه اسمه دبل سهم. دبل سهم كده، انا بقول مع نفسي كده بقول دبل سهم. فانت بتعمل زي عمليه دبليكيتد كده، انت بتعمل دبل للحاجه دي او بتنسخها كده من غير ما تقوم عامل كنترول سي. يا لهوي، بدأ يعلق اهو. كنت بضغط كنترول سي ام، جه فاتح لي الكومنتات. فيلا يا عم، مقبوله منك. كنترول سي،
كنترول في، فنسخ لك واحدة تانية هنا. طب افرض انت ناسخ شكل زي ده والتكست ده عايز تنسخه، هتفضل تقوم ناسخ التكست وحطه وبعدين ترجع تنسخ ده؟ طب يا عم انت اهو، يا عم اهو اهو بالتكست بسلطاته بابا غنوجه بطبق اللحمه الايه النيه اللي محطوطه دي، لحمه نيه على ما اعتقد. وايه دي كنافه دي ولا هريسه؟ مش ما عارف، تجوعناش بقى، كمل بقى ما تجوعناش. الحاجات اللي بتظهر لي وانا صايم. طيب هو انا في ايه؟ معلش انا بفتح بقى حاجات غلط كده. طيب ده المهم، فانت بتقوم عامل ايه؟ داخل على ان انت بتعمل الت وبتسحب. طب جميل، فانت دلوقتي المفروض يعني كشكل او كنوع من انواع الجمال في الحاجه دي، في عندك حاجه هنا اسمها الكورنر ريديوس، ان انت بتديها دوران زي ما قلت لك. جميل، تضغط على دي كده وممكن تخليها 12 مثلا. تمام، 12 حلوه قوي. طب جميل، فانت هنا بتلجأ لحاجه اسمها الاوتو لاي اوت. طيب ايه هي الاوتو لاي اوت، او ايه هي الفريم دي نفسها؟ اللاي اوت دوت هو عباره عن تول جوه فيجما، يعني كتول ممكن تكون بتريحك من حيث ان انت لما تيجي تشوف السبيسنج بتاعت كل حاجه والتانيه جنب بعض. جميل، بتحط انت اعداداتك وبتفضل الاعدادات دي ثابته في كل حاجه. جميل، طيب بعد كده بتقوم عامل مثلا ايه دي لا خلاص كده، خلاص الفيلم بقى. تمام، بعد كده قمنا جايين داخلين على جزئيه زي ما قلت لك الاوتو لاي اوت. فانت بتقوم عامل اوتو لاي اوت دي ازاي؟ عندك كده علامه، يا اما بتضغط كليكايه دي يمين، صح انا باكل من هنا يبقى دي اليمين. جميل، طيب انا دي ايدي اليمين اهي، فانا هضغط كليكايه يمين وهتلاقي في عندك حاجه هي راحت فين اهي، اد اوتو لاي اوت، هتلاقي فيها عندها شورت كات اصلا اسمه شيفت ايه، شيفت وتضغط على حرف الايه. طيب يا ابن الايه، طب ما انت تعملها اهو، اهو شيفت ايه، فبقت اوتو لاي اوت اهي. هتقول لي ما فيش تغيير، اقول لك لا ركز معايا يا حسنين، انت عندك اهو اقول لك مثلا مديك مسافه 10 فوق و10 في الجنب، 10 تحت 10 هنا. جميل، هتقول لي ايه دي بقى، هقول لك دي هتبان لما تكون انت مستعمل بوتوم، عامل بوتوم. طب انا هشرح لك دي ازاي، انا بس بوريك تعمل السكرول ازاي. طيب انت دلوقتي خلصت الايه، عملت دي، طب هتقوم عامل كنترول سي كنترول في اهو. اه ده انت مش عاملها، ايوه ثانيه معلش يا جماعه. تمام، انت دي كده، دي كده هو انت عامل فريم، هو المفروض ده يكون فريم وبعدين احط جواه صوره معينه. جميل، فخير يعني عامه الفريم ده، خلينا نقول ان انا مثلا حبيت ان انا اخد دي كده. جميل، هقوم جاي هنا كده على الفريم ده، هقوم حاططها هنا كده، بقت ايه، حطيت الاتنين على بعض. خلينا بس ادي حاجة كده يعني معلش، دي بقت لونها اسمر الواجهة اللي ورا دي. طيب ادي لونها مثلا ابيض او اي حاجة. جميل اهو، طيب بعد كده انا عاوز انسخ اللي جوه، بعمل كنترول سي كنترول في، فالله ده اتنسخ جوه جنبها بالظبط اهي، اهي اهي شايف انت ده اهو، اتنسخ جنبها بالظبط اهو. جميل، ومدي مسافة 10 اهي. طب انا ممكن اخلي المسافة دي 8 مثلا. جميل، فرجعت لورا 2 بكسل شوية. طب جميل، انا دلوقتي لو عاوز اخليها يعني مثلا، انت بتشوف المنظر ده كده، ده الله ده بتختفي. طب لو انا مش عاوزها تختفي مثلا، جميل، هشيل في كلمة اسمها كليب كونتنت اهي، ممكن بضغط عليها فهي بتختفي، بعمل كده فهي بتفضل ظاهرة. تمام، بس كل اللي بيصغر معايا ايه، الفريم نفسه اللي انا عامله الكبير ده، انا بس مديله درجة لون صغيرة كده. طيب انت دلوقتي عاوز تعمل حاجة زي كده اهو، جميل اهو كده صغر، فدي نزلت تحت، جيت كده مثلا اهو طلعت فوق. جميل، فانت عملت ايه، علامة السهم اللي بيقول لك اسمها راب دي. جميل، فانت كده يعتبر اهو جبت دي كده، هتقوم جايبها شايل دي اديها بالجزمه وداخل مكانها، يا لهوي يعني ده، وتقوم داخل جايب دي كده حاططها. طب جميل جدا، بدايتك اهي. طيب هتقوم عامل ايه، ضغط على الفريم كله. اول حاجه هتلاقي في حاجه اسمها كليب كونتنت، هتضغط عليها. لا هتقوم انت عامل ساعتها بقى، مش تقوم عامل اللي هي بتاعت اللي جاب جنب دي، انت لو عايز تعمل حاجه زي ريسبونس في حاجه بسيطه كده يعني. شفت انت بتيجي تعمل حاجه، انتوا اشتغلتوا على فيجما اكيد وفاهميني،
شفت انت بتيجي تعمل ديزاين ويب كده وحاجه ريسبونسيف جميل، فان انت بتحاول تخلي الحاجه دي على مقاس الموبايل بدل ما على مقاس الويب، بتحاول تقلص من حجمها بس تكون مسافاتها متساويه. طيب رفع على كليب كونتنت وتخلي السهم كده. طيب اهو يابا ارحمني اهو، تمام فهو كده اتظبط معايا اهو، جميل جدا. جيت بقى انا دلوقتي اهو حابب ان انا اخليها ليها سكرول تيجي يمين وشمال تطلع فوق وتحت، ضغطت على دي هتلاقي في حاجة عندك اسمها بروتوتايب، كلمة كده بسيطة اسمها بروتوتايب، حاجة اسمها شو بروتوتايب سيتنج، تمام ما تضغطش عليها دلوقتي هقول لك دي بتاعت ايه. اول حاجة هتلاقي في اوفر فلو، هتلاقي في عندك نو سكرولينج اهو، تضغط عليها هتلاقي في حاجة اسمها هورزونتال وحاجة اسمها فيرتيكال، جميل. تعالى هورزونتال مثلا اللي هو يكون، شفت انت لو بتكتب تردد عندك على التلفزيون تيجي تقول لك تردد قناة العاصمة ايه، يقول لك تردد قناة العاصمة 12350 معدل الترميز 27500 اتش، اتش ده اللي هي ايه افقي. طب في عمودي او رأسي، تمام، فانت تقول بقى ايه الاتش وايه الفي، وانا بتلخبط ايه الاتش وايه الفي، اهي الاتش والفي جات لك هنا في فيجما. هنا كمان اتش اول حرف او اختصار لهوريزونتال اللي هي جايه افقي نايمه يعني، تمام. فيرتيكال اللي هو عمودي اللي هو بيطلع وبينزل، جميل. فانت كده خليته هوريزونتال. طب هتقوم ضاغط على الفريم بقى الكبير وتعمل رن كده من علامه الزائد او علامه المثلث دي. طيب المره يعني هشرح لك برضو كده اللي اوت والكومبوننت واعمل لك سكرينايه حلوه كده واظبط لك مسافاتها، تمام. وتكون كده سيشن النهارده يعتبر خلص، انتوا على ما اعتقد كلكم انتوا بتقولوا اشتغلتوا على الفيجما قبل كده فاهمين الحوار، فعشان لما نحاول نشتغل معاكم برضو في اليوم يوم السبت باذن الله يبقى فيه اونلاين وفلان زي ما قلت، الناس برضو تكون شغاله معانا زي الفل. طيب يلا يا عم فيجما انت هتموت ولا ايه يا عم؟ الله شايف شايف الحلاوة، تضغط كده اهو بيجي يمين وشمال، ايه يا عم الحلاوة دي يا عم والسحر والشعوذة لا مالناش في الحوارات دي، خلينا بص ايه اهو بيجي يمين وشمال، ايه يا عم ده، يا سلام عليك راجل زي الفل. طيب بعد كده في حاجة زي ما قلت لك انت شفت، مش انا كنت قلت لك في حاجة بقول لك شو بروتوتايب سيتنج، جميل. فانت بتضغط عليها وبتلاقي في حاجه كلمه اسمها ديفايس، تضغط على كلمه ديفايس دي وتختار الايه حجم الفريم اللي انت ممكن تكون شغال عليه يعني، جميل. وبيجيب لك بقى شكل الايفون نفسه. طب لو انت حابب ترن على البريفيو العادي اهو جاب لك برضو شكل الايفون اهو، وبس بي ايه بيحمل اهو، تحس ان انت قاعد بتبرمج فلاتر اهو في الجنب اهو، جميل. فانت بتجرب بدل ما تخش على الواجهة الكبيرة وانت شغال هنا، جميل. فدي الفكرة كلها. طيب لو انا عاوز اخليها بالطول، طبعا انا سحبتها اهو، جميل. عندك حاجة زي ما قلت لك اسمها كليب كونتنت بتشيلها دي، بتضغط عليها تمام وبتصغر كده شوية. طيب تقوم عامل دي كده كنترول سي كنترول في، كنترول سي كنترول في، كنترول في كنترول في، تضغط كنترول في كتير وتقوم جايب دي هنا كده مثلا. طب جميل، ده مش استعمال اللي اوت بس، ده انا بس بديك ايه شيء بسيط، تضغط على كليب كونتنت دي وتقوم حاططها على اخر السكرينه كده. طيب هتعمل لها رن تاني اهو، خلينا نرن على البريفيو البسيط ده كده اهو، شايف الاكله بتيجي يمين وشمال اهو. هتقول لي الله اللي تحت بتسكرولش ليه، هقول لك ده اصل انا نسيت، ها نسيت ادخل على بروتوتايب وعلى الاوفر فلو واعمل فيرتيكال بقى، تمام اللي هو العمودي. طب جميل رن تاني اهو ما بيتحركش، ايه يا عم المشكله، هقول لك المشكله هنا بقى ان انت لما جيت تستعمل مثلا اللي هو الهوريزونتال ده انا اخترتها هوريزونتال بالغلط يا جدعان، فيرتيكال انا اسف انا اسف، هو انا على فكره انا اخترتها فيرتيكال اصلا صح يا جدعان، مش انا اخترتها فيرتيكال ولا انا اخترتها هوريزونتال بالغلط، انا لا هو فيجما يا اما بيخرف يا اما انا اللي بخرف كامل محدش واخد باله. مش مهم اهو. فده طلع فوق ونزل اهو اشتغل اهو، جميل. هو فيجما اللي بيهيس مش انا. طيب
يا عم انت بتعمل ايه؟ طيب فانت جبت الايه الشكل اللي انت شايفه ده، وبتسكرول يمين وبتسكرول شمال، هي دي بقى وظيفه اللي اوت بس. لا مش وظيفه اللي اوت بس. طيب انت دلوقتي عايز تعمل بوتون، البوتون دي مثلا بتقول لك اسمها نيكست مثلا، اهي نيكست. فانت تقوم جايب تكست بسيط تضغط كده يا ابني، اهو نيكست كده، اهو نيكست، جميل. فانا جبت الشكل اللي انت شايفه ده كده، هتقوم عامل شيفت ايه، فهتعمل لك حاجة بسيطة كده. انت يعني ايه تقول لي يعني مش ممكن ما تكونش بوتن او، فانا اقول لك هتقوم انت عامل لها فيل. الفيل ده وليكن باللون الابيض او بلون تاني مثلا جراي، لا بلاش الجراي عشان يعني ممكن لون فيروزي كده. انا هنا حوليت يا جدعان من لون، انا اللون حوالي، خليني اخد ابيض وتكست اسود. انت هتتعبنا ليه بالوانك يا عم؟ انت مصدعنا من الاول كده، اقول لك بس استحملني. طيب فانا كده عملت حاجه بسيطه، فانا عاوز اخليها كفريم بقى، ايه هكبر كده تمام. فانت كل ما تكبر كل ما تلاقي الموضوع في النص. طب ازاي في النص؟ ليه؟ لان في عندك في مربع هنا كده تمام، بيكون في مثلا كده التكست فوق. مثلا لو حبينا نكبر كده مثلا ايه عشان اوضح لك، انت عندك كده كده بقت فوق بكورنر، تحت بقت تحت بكورنر، هنا بقت في النص يعني واخده جنب، ودي كده واخده جنب، هنا كده ممكن تبقى فوق، هنا هنا. كل ما تكبر وكل ما تصغر هي واخده مكانها الطبيعي او مساحتها الطبيعيه، يعني واخده مساحتها يعني، او هي قاعده في مكانها كده بقت في النص اهو. كل ما تكبر اهو اهو بقت في النص اهو، كل ما تجيبها كده اهو بقت في النص اهو. طيب ارجع تاني، طب تعمل كنترول زد عشان ترجع. طب جميل جدا، انت دلوقتي عملت بوتون زي دي كده اسمها نيكست، جميل. وحددت الايه المسافة بتاعتها، انت بتديها مثلا زي يعني 10 فرق ما بين اللي فوق واللي تحت تمام، وممكن تصغر دي شوية كده تبقى نيكست، تديها زي راوند بسيط كده 12 زي ما قلت لك تمام. طب انا عملت بوتون اهي، طب انا عملت بوتون خليها مثلا، انا بقول خلي لونها يعني ازرقيك ازرقيك شويه كده، هات الازرق، لا الازرق مش عاجبني. ايوه يا عم كده، ايوه كده، والتكست خليه ابيض. طب هتقول لي انا هفضل كل شويه العب في الالوان، طب انا عايز احفظ لون زي ده افضل كل شويه مش عارف ايه. اقول لك في حاجه كويسه جدا في فيجما محطوطه اسمها اللايبراري. اللايبراري دي مكتبة بسيطة انت بتخزن فيها كل حاجة انت بتستعملها عشان انها توفر لك وقت. طب ازاي؟ انت دلوقتي جايب ريكتانجل اهو حرف الار وضغط، عايز تلون دي باللون الازرق بس، فانت بتقوم جايب ضغط على دي وجاي على يا اما تكتب الكود، يا اما بتقوم ضغط على دي وجاي على علامة ال، شفت القطارة دي لما هو عيل صغير بيبقى بياخد تطعيم بيقوم فاتح بقه، فانت بتقوم حاطط له البتاع القطرة في بقه، او دي مش قطرة او اللي هو بيقول لك قطارة كده، فقام تضغط عليها عشان تشوف درجة اللون، جميل. فانت خدت كده درجة اللون ده. طيب ضغطت تحت كده وعايز تاخد ده تخليه لونه ايه وليكن اسود مثلا، ضغطت على ده كده اهو خليت، يستحسن الاسود ما يبقاش كله صفار يعني تمام. ما هو انا معلوماتي هو واحد ايه، واحد ايه ده بيبقى رمادي صح؟ اه. طيب هو انا ممكن اقول ان الاسود ممكن يبقى اصفار، يبقى صفر وصفار وواحد كده، انت بتدي اصفار وبعدين ممكن يبقى اسود. الاوباستي يا جدعان يا لهوي، المهم بيبقى 100%، جميل. فهو مش واخد نفس اللون الاسود نفسه يعني، هو انت يعني انت شايف الاتنين اسود اهو، بس في درجة تبقى افتح من التانية شوية، وهو بيبقى لون اسود بيمشي مع الوان والوان. لا قول لي يا عم انا رايح احس بيجامة مش كده. طب ما تركز، عندك جزئية جديدة هنا، إن أنت ممكن تختار ده تقول لونه أبيض أهو أهو. أنا دلوقتي بدل ما أفتح وأعمل الشغلانة دي كلها، في حاجة هتفيدني اسمها اللايبراري. إيه اللايبراري دي؟ أنت بتحدد الستايل ده زي ما قلت لك، اللون الأزرق في 4 نقط في الجنب أهو، بتضغط عليهم ال4 نقط دول، بيقول لك إن أنت بتعمل بتأد ستايل أو بتأد فاريبل معين. الفاريبل دوت أنا هقول لك عليه، هتكلم معاك قدام فيه يعني. طب جميل، تضغط على علامة البلاس دي، حلو. فانت بتأد ستايل جديد، فانت اول حاجة بتعملها
ان انت بتختار اسم المكتبة اللي انت هتستعين بيها ان انت عشان تخش تستخدم اللون ده. فهو ليكن المكتبة هنسميها ايه؟ ستايل مثلا. جميل. هتاخد مسافة. بعد ما تاخد مسافة، في شفت حرف الظا، اضغط على حرف الظا في الكيبورد. جميل. انت مش معاك حرف الظا في الكيبورد، هتلاقي فيه علامة استفهام كده عندك، او شفت الزرار اللي جنب الشيفت اصلا، اللي هو الشيفت اللي على اليمين ده، مش اللي هو عند الزرار اللي عند حرف الزد، الشيفت اللي على اليمين. فانت بتضغط عليه وبتاخد مسافة وبتكتب اللون بتاعه، وليكن بلو مثلا، او لايت بلو. لايت بلو، لايت بلو اهو. جميل. وبعد كده بتعمل كرييت ستايل. جميل. هنا بتعمل نفس الطريقة اهو، نقطتين بلس، هتلاقي هنا المكتبة اللي اسمها ستايل اهو، مسافة، تاخد حرف الظا وتكتب مثلا ايه، بلاك اهو. طبعا انا اعتقد الناس عارفة الحوار ده، تضغط على دي وبعدين بلس، تضغط على تكتب ستايل، ستايل، وتقوم ضغط على الظا تكتب وايت. انا بعمل ايه؟ جميل، وايت اهو. فانت ضفت الثلاث الوان. فانا دلوقتي عايز اغير اللون بتاع البوتن دي، فانا بقوم عامل ايه، ضغط على الثلاث نقط دي، فانا ظهر لي الثلاثه ستايل بتوعي، يا اما اخليها لونها اسود، يا اما ارجع اضغط على دي تاني واقوم ضغط على دي، يا اما اخلي لونها ابيض ارجع عليها تاني واضغط على الثلاث نقط واجي على اللون ده. جميل. فانا كده ريحت نفسي في الايه، في الشغل. نفس الكلام بيتطبق على التكست، ان انت لو عاوز تعمل تكست وتحفظ الستايل بتاعه مفيش مشكله. طيب بعد كده هتقوم انت عامل ايه، دوت عندك اهو بوتون اهي، انت عاوز تحطها عندك في صفحة زي دي وليكن، فانت حطيتها في الصفحة دي. ارفع ده كده شوية اهو، انا حطيت يا عم اهو. فانا كده حطيت البوتون ايه، مثلا بديك مثل بسيط يعني، وانا عارف ان الشكل ده مش ديزاين اصلا، تمام، بس انا يعني بديك مثال. طيب فانا كده خلصت الايه، الجزئية دي. انا دلوقتي عندي 60 70 سكرين فيهم نفس البوتون دي، فانا هضطر هدخل اقوم سيلكت على دي ومدي لونها مثلا اسود مثلا اهو، واعمل دي واعمل لونها اسود اهو، اهو فين يا عم، اهو الاسود، بضغط على دي واعمل كده، واللون الاسود فين، الاسود اهو. هفضل اعمل كده في 60 صفحة؟ لا، مش هتعمل كده، مش هتعمل كده. هتعمل ايه؟ هيبقى في عندك مصطلح جديد انت هتحاول، انا هديهولك دلوقتي، اسمه الكومبوننت. الكومبوننت ده هو عبارة عن زي وراثة كده، او حاجة انت بتورثها من حاجة، بحيث ان انت لو عندك مثلا اب، الاب دوت مثلا ممكن اللي هو ايه، مثلا اب وام، وبعدين بيبقى في ولد صغير، الولد ده بيورث صفات من ابوه وصفات من ام، لو حصل او تغيير في الصفات دي فهو بيحصل التغيير في الايه، في جينات معينة، في حاجات دي طبعا الناس بتوع علم علوم عارفين الحوارات دي. طيب بعد كده جينا بقى للجزئية اللي احنا المهمة بالنسبة لنا، ازاي نعمل الكومبوننت ده. الكومبوننت هو انت يا اما تضغط على كليكاية كده، وهو في، انا مش بعد اذن، بس انا بس عيني مزغللة فمعذروني، بس بسم الله، كرييت كومبوننت، هو هتلاقي في كلمة اسمها اهي كرييت كومبوننت تحت اهي، تمام، تضغط عليه، يا اما تضغط على دي وهتلاقي في علامة جوهرة فوق اهي، بتضغط عليها كده. جميل جدا. انت دلوقتي عندك كومبوننت اهو، ممكن تقوم عامل الت وتسحب كده، او تسحب اهو، تسحب اهو، تسحب اهو، تسحب اهو. ده واحد بيبيع دور. جميل. وباع للدرة بتاعته، جاب شحنة، الشحنة بتاعت الدرة دي فيها سم مثلا، أو فيها شوية حاجات مش لطيفة يعني، أنت فاهمين قصدي يعني، تمام. فالمهم الشخص ده لما جاب الشحنة بتاعته، ومعروف إن الشحنة بتاعته باللون اللي أنت شايفه ده، فالشحنة دي
كانت شحنه، كل مره بيجيب شحنه كويسه بيبيع دوره فشار، والناس بتروح تجيب في دوره فشار وتاكل فشار وتهيص معاه. جه في يوم عيد ناس كتيره راحت تشتري منه، تمام. فالراجل ده قاعد، فطلب من شركه معينه بعد اذنكم انا عاوز شحنه ايه دوره فشار. الناس جابوا له ايه، دوره او دي شيشه من بتاعه الفراخ، تمام، هياكلوا الناس علف على اخر الزمن. فالمهم هيقوم ضغط الراجل ده كده ايه، الراجل لما جه يبيع جه اشترى منه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فالخمسه دول هياكلوا من هنا هيخشوا اعشاشهم ويبيضوا. ليه؟ لانهم واكلين دي شيشه. جميل. فازاي هم كلوا ولا ازاي هعرف منين؟ ان الشخص ده لو حصل تغيير فيه من هنا هتلاقي كله اتغير معاه. ليه؟ الشحنه ضربت خلاص، الراجل بيبيع بضاعه مضروبه وبضاعه بايظه. جميل. فدي الفكرة كلها. طيب أعرف منين إن الكومبوننت الرئيسي هو ده وإن ده كومبوننت متفرع منه؟ هقول لك على حاجة. هتلاقي الكومبوننت الرئيسي بتاعك مكتوب عليه أو عليه كتابة من فوق كده باللون البنفسجي، والفرعي مهما تسلكت مش هتلاقي فيه كتابة من فوق. طب ده أول فرق. تاني فرق، تمام، هطلع لك كله، أوجد الاختلاف وهتاخد إيه، هتكسب 50,000 جنيه. طيب اول حاجة هتلاقي ان عندك في الجنب كده، شايفين الماوس بتاعي فين اهو، في علامة الجوهرة، يعني زي ما تقول كده عاملة ايه، محشية من جوه دواير كده، انما دي فاضية من جوه، معمول لها زي ايه هيكل من بره بس شكلها من بره كده، لكن دي بشكل مصمت من جوه. طب جميل. فدي فكرة الكومبوننت. انا دلوقتي عندي 60 70 سكرين. جميل. فانا عندي كومبوننت رئيسي حاطه بره عندي اوريدي في حاجه اسمها ديزاين سيستم، ده انا هتكلم عليها برضه. جميل. طيب او هنقولها يوم السبت على ما اعتقد الديزاين سيستم، وهتبداوا تشتغلوا فيها يعني. جميل. فانت بتكون حاطط دي بره عندك كده، فانت ما عجبكش اللون وعايز تغير، فانت تقوم عامل ايه، استنى ضغط على كده، استنى يا عم انا ممكن اخليه بلاك، الله ده بقى كله بلاك اهو، تغير اهو. طب استنى انا ممكن اخلي ابيض مثلا، طب استنى ارجعه تاني، لا تصدق لما كان بلاك كان اشيك اهو، كان بلاك كان اشيك اهو، فبقيت تمام اهو. فانت كل ما تغير هنا في حاجة فالحاجات دي كلها بتورث منه. جميل. جميل قشطة. فانت لما تيجي بقى تتعامل مع حاجة زي كده فالموضوع ده هيفيدك ايه جدا. طب خليني مثلا اتعامل مع فريم، جميل، اسمه بيبقى فيه 890 او مش عارف هو كام، المهم يعني ثانية يعني حاول ايه اديكوا حاجة بسيطة كده. طيب فده فريم قدام مني. انا خليني مثلا اعمل دلوقتي ديزاين للنافيجيشن بار اللي هو الحاجة اللي بتنقلني من صفحة لصفحة. جميل. خليني اجيب لك البلاجنز نستعملها تاني كده، احنا استعملنا اول حاجة انسبلاش عشان نجيب صور. في عندك كذا حاجة، يا اما تجيب حاجة اسمها ايكونيفاي يا اما حاجه اسمها اي كوندكت. انا بستعمل ايكونيفاي، تضغط عليها كده، تمام، بتعمل سيرش، بتعمل سيرش على اي حاجه انت عاوزها بقى. جميل. بتقوم عامل بقى ايه مثلا ايكون للهوم اهو، هوم ده لو انت مش مجهز ديزاين سيستم، بس انا بديك حاجه بسيطه اهو، ايكون للهوم اهو، ايكونز كتير قوي. جميل. مكتبه خاصه بالحاجات الحلوه، هات لي يا عم الشكل الحلو ده، جميل، الناس كلها بتستعمله. طيب ايه ده، هو انتوا شايفين الموقع اللي اتفتح ولا شايفين الشير اصلا؟ ده في شيء اقفل. طيب جميل، انتوا معايا بس مركزين معايا، انا حاسس ان انتوا على تكة وهتخرجوا مني، احنا زهقنا يا عم قوي. ايه ده، اقول لك وانا كمان لا يا عم والله زهقت براحتك، معاك طبعا براحتك. حبيبي، بس انا زهقت. تمام. ما اقدرش انكر يعني، يعني يا رب. طيب فاحنا عاوزين ايه، هو فين فيجما اصلا؟ يا لهوي يا جدع اهو، تمام. فانا ظهر لي كده شويه حاجات، كان ده كده الهوم، مسحت الهوم اهو، ضغطت على ايه، قلت مثلا نوتيفيكيشن مثلا، دي
ظهر لك الشكل مثلا، تحاول تجيب تمبلت نفس التمبلت اللي انت جايبه، يعني حاجة يعني زي دي كده مثلا. تمام، هاتها. انا بس بديك حاجة، وهات الدين امبورت اي حاجة بقى، اي حاجة تيجي قدامي. طيب المفروض المقاس بتاعها هيبقى 24 في 24، اي ايكون انت بتستعملها تبقى 24 في 24. تمام، ثانية كده نصغر دي شوية كده، انا مش عارف، لا حاسس ان انا مكبرها قوي كده، انا مكبرها قوي يا جدعان. هاتوا بس نشوفها على السكرين دي، بدايتها هنا نهايتها هنا كده اهو. ثانية اهو، تمام. حاول ما تعليش على السكرين بتاعتك، وتدي مثلا دي 57 او 56. جميل، وانت تقوم عامل دي كده اهو مثلا، جايبها هنا، وتقوم جايب الايكون دي وتحطها عندك هنا، وتقوم مديها مثلا زي لاي اوت كده بسيط، او يعني انت تكون فاهم هو شيفت ايه كده، انت عملت لها لاي اوت، وتجيب دي كده تحطها شيفت ايه، تقوم حاططها زي لاي اوت، وتقوم جايب دي كده حاططها هنا كده مثلا يعني كده شيفت ايه، فانت خليتها لاي اوت. فانت دلوقتي شايف الحاجات اهي مش مسافتها مش متساوية قوي، فانت تقوم محدد التلاتة دول وتضغط على شيفت ايه، فانت ظبط لك، بص ظبط لك المسافة ما بين التلاتة اهو. جميل جدا، فانت بتقوم عامل مثلا حاجة زي كده، تخليها في النص، تنزل كده في النص. طيب بتخلي دي بقى، انت شايف الشكل الفريم الكبير ده اصلا هو لاي اوت اصلا. جميل، فانت مش عاجبك مع الهوم تبقى هنا، خليها في النص، بتضغط على دي. شفت انت لما كنت بتلعب وانت صغير على جاتا والعاب كده على الكمبيوتر يوم الخميس وانت مروح من المدرسة بقى، وترمي الشنطة وهنقعد نلعب على الكمبيوتر لحد اخر النهار. جميل، بتقوم ضغط على الاسهم بتاعت المسافات دي اللي بتطلع، اللي هي بتطلع وبتنزل وبتيجي يمين وشمال اهو، تيجي يمين وشمال، بتبدل ما بين الايه الايكون دي. طب دي نفس الطريقه، بجيبها يمين وشمال وبحطها هنا. طيب حلوة قوي، جميل. فانا كده عملت حاجه بسيطه اللي هي زي الايه النافيجيشن ده، حاجه بس بسيطه يعني. طب انت دلوقتي واحد قلت لي ان انت حطيت دي في 5 6 سكرين. جميل، فعاوز مثلا السكرينه دي يبقى دي منوره معموله باللون الاسود مثلا، انا فاتحها دلوقتي، ولما اوصل للسكرينه دي هقوم جايب دي ومخلي لونها هي الاسود، ودي ترجع للون بتاعها اللي هو الجراي، يعني مثلا هو اهو اللي هو الجراي زي ما كانت بقى. شوف انت احنا كنا هنعملها ايه اهو. جميلة، تقول لي يا عم الملل ده يا عم، اقول لك بس استنى اهو، عشان مش حاطط الجراي عندي في السيستم اهو. ما تفضل تعمل ده كله اصلا على طول، انت هتفضل تعمل ده كده على طول؟ لا مش هعمل كده. فانا عامل كومبوننت زي ما قلت لك الفريم ده كله. طيب بعد ما عملت كومبوننت هقوم عامل ايه؟ هقوم عندي في حاجه اسمها فاريانت بقى، اللي هو زي بيديك فاريبل الحاجه دي ان انت ممكن تعدل عليها وتعمل لها زي بروتوتايب بسيط، بحيث ان انت لما تتعامل مع الحاجه دي من بره او تحاول تعدل عليها من بره خالص، من بره السكرين دي، انت بتبقى براحتك. جميل، ازاي؟ اقول لك، في عندك علامه بلس بتبقى فوق كده اسمها اد فاريانت، او في لما بتسلكت على دي بيبقى موجود هنا كلمه اللي هي بروبرتيز دي، في عندك فاريانت والبوليان، وعندك السواب، وعندك التكست. انا كل اللي عاوزه منك تعرفه انت تتعامل مع الفاريانت دي. جميل، سيبك من كلمه بروبرتيز دي واضغط على دي، وهتلاقي في علامه بلس فوق، فانت كده عملت فاريانت. الله، انت بتقول انت كررها تاني اهو. جميل، هقول لك مثلا دي هو خلاها، او الايكون دي هو لونها مثلا كده، فانا هخليها لونها بلاك. جميل، دي لونها ايه مثلا يعني، خليها اللون ده، خليهم كلهم اللون ده عشان بس نفس الشغل. طب ودي كده مدي لون تاني. جميل، فده لون نفس اللون كده، مش كده يا عم كده. طيب ننزل صفحة تانية مثلا، يقول لك ايه اد واحدة جديدة، فهو بينزل لك نفس اللي فاتت دي. فانت بقى شوف انت عاوز تتعامل مع ايه، يعني مثلا دي كانت
هدي بس لونها ازرق، هدي خليها لونها ازرق شوية كده. تمام اهو، معلش استحملوا البرود اللي انا فيه، لان انا مش عارف انا ايه. ماشي ماشي يا عم فجمة يا عم بقى اهو. تمام، فدي بقت هي البلاك، ودي بقت هي اللي لونها لايت اهو. جميل جميل، فانت بتتعامل مع 3 حاجات اهو. طيب انت دلوقتي من الصفحة دي عاوز تنتقل للصفحة دي، فانت بتقوم عامل ايه؟ جايب على البروتوتايب دي، تقوم ضغط على دي كده اهو، تضغط على السهم وتوديه على ده، تضغط على ده وتوديه على ده. طيب جميل، ودي ودي اهو، ودي تطلع من سهم يجي على ده. طب ودي ودي يطلع سهم على ايه؟ على ده. طب جميل، فانت كده ظبطت البروتوتايب بتاعتك. طيب انت دلوقتي هات فريم وليكن الشكل ده كده، او بلاش فريم يا عم. انت دلوقتي ايه، عملت حاجة زي كده وقلت انا عاوز الايه، الهوم بيدج تكون هي دي، فانا اقوم ساحب دي، عامل الت وهسحب. تمام اهي كده جميل، فانا اقوم عامل دي وعامل لها ران، هضغط على دي هيغير لونها، دي هيغير اللون، دي كده هتغير اللون، وانا الايكونز صغيرة قوي. بس امي بس كده معلش، انا اتلخبطت في البروتوتايب بتاعت الايكون، ينفع تعيدها تاني؟ ماشي، بص دلوقتي بتجيب البروتوتايب ده، اضغط عليها كده. تمام، هتمسح بس البروتوتايب اللي انا عاملها، اللي طالعة من هنا، اللي طالع من هنا، 2 حاجات كده. تمام، همسحهم تاني معلش اهو، والتانية دي اللي هنا. طب جميل، هتلاقي عندك هنا، عشان كده بحبش اشرح يو اي، بحس ان انا ملل كده يا جدعان. المهم طب والله العظيم عندك شرحك حلو، ايه؟ والله العظيم شرحك حلو، مش عارف انت معترض ليه. انا لا، انا بحب، تعرف انا بحب اليو اكس، انا عامه بحب اليو اكس، انا راجل بتاع يو اكس. ماشي طيب، المهم فانا كده خلصت ايه الجزئيه دي. فانا عاوز، انا زي ما قلت لك عملت الفاريانت ده، وعملت فاريبل كده بسيطه، خلت البروتوتايب دي خدتها، خلت اه خلت يا لهوي، انا خدت البروتوتايب دي، قمت جاي جايب ده كده اللون ده. فانا لازم المفروض ان انا اكون فاتح الصفحه دي، فيقوم جايب لي ايه الهوم، فانا بضغط على دي بيقوم عامل لي على الشكل ده كله من بره، مش من ايكون لايكون. جميل، طب جميل، هنا نفس الطريقه، تضغط على دي وعلى دي كده. طب الايكون دي برضه اهي، تضغط على دي عشان تكبر، عشان قصدي تجيب الصفحه بتاعتها اهو. تمام اهو 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 اهو، فهمت؟ فدي الفكره كلها. طيب بتقوم انت عامل مثلا فريم كده بسيط، بتختبر اللي انت عامله فيه اهو، وتجيب دي الت وتسحبها تحطها هنا كده في الفريم ده. طيب هتقوم جايب البروتوتايب شو، ودي هاتها على نان كده. جميل، هتقوم عامل لها ران، تضغط على دي فاللون بيتغير، دي اللون بيتغير، دي كده اللون بيتغير، دي اللون كده بيتغير، فهمت؟ فدي الفكره بتاعت انت لو عاوز تعمل نافيجيشن بسيط كده، ان هو ينقل كله في بعض من بره، بدل ما تقوم فاتح السكرينه دي. فين هو انا السكرينه راحت فين اهي، بدل ما كنا انا عامل السكرينه دي. جميل، واقوم عامل السكرينه احط دي، واقوم حاطط مثلا دي ايه اجيبها هنا. طيب وتقوم جايب دي هنا كده، وبعدين تقوم داخل ملون دي وتختار لون تاني. طب هقول لك على حاجة حلوة بقى، جميل، هقول لك على حاجة حلوة. انت دلوقتي امسح ده كله كده، الفاريانت ده انت لو جيت تعمل عليه سيلكت، جميل، هتلاقي في حاجة عندك اسمها بروبرتي 1، او كلمة اسمها كارنت فاريانت، هتضغط عليها هتلاقي في حاجة اسمها ديفولت، اضغط على ديفولت دي وسميها مثلا اول حاجة اللي هي نوتيفيكيشن، اللي هي نوتيفيكيشن مثلا،
او سميها ماشي، خليها نوت كده ان احنا نختصرها بس. تاني واحدة فاريانت 2، لا فانت هتقوم مسميها ايه؟ هوم مثلا، اهو هوم. طب قشطة. عندك تالت واحدة مش عارف دي ايه، بس اعمل اي حاجة بقى، اب مثلا، جميل، اي حاجة بقى. فانت دلوقتي عندك الفاريانت بتعمل له زي سيلكت كده بسيط، هتلاقي في عندك تلات حاجات مكتوبة، نوت والهوم والاب، جميل جميل. فانت لما بتيجي تضغط على دي تعمل لها زي سيلكت كده، فبتقوم واخدها ساحبها حاططها مثلا في الفريم ده، امسح ده حطها هنا كده في النص، جميل. بعد كده انت كده واقف هنا، دي النوتيفيكيشن، فانت عاوز تغيرها في الصفحة دي تخليها الهوم، ادي بقت هوم. اضغط في الجنب كده اب، بقت اب، اهو نوتيفيكيشن هوم اب. طب خلينا نجربها فين في السكرينة دي، جميل. بص انا تعب نفسي ليه، ما هي وهاتها كده حتة في النص واتظبط، جميل. وانتش واحدة كمان هنا، هتقول لي ما هي هي، هقول لك لا مش هي هي، جميل. وهي جميل، انت كده على فكرة انت كده بتسهل على نفسك الشغل. طيب انت هنا دي صفحة الايه، الهوم، خلينا نضغط على دي كده ونخليها الايه، الهوم، اهو فبقت الهوم اتظبطت عندها اهي. طيب هنا ضغطت على دي كده خليتها مثلا نوتيفيكيشن، الصفحة اللي في النص دي الصفحة بتاعت دي النوتيفيكيشن، خليها بقى الصفحة اللي احنا مسمينها اب دي، اللي هي الصفحة الجديدة. فانت كده عرفت تتحكم في كل حاجة من عندك من بره، تمام، وعرفت فاريبلز عندك من هنا، زائد ان انت عرفت عندك الالوان اللي هي عندك في اللايبراري، كلمة ستايل دي تضغط عليها فيطلع لك الالوان اللي انت معرفها، بحيث انها تسهل عليك تغيير الالوان بسرعة، جميل. وعرفتك ازاي تعمل سكرول، وعرفتك ازاي تظبط النافيجيشن وتعمل فاريانت وتعمل اوتو لاي اوت، جميل. فدي المفروض التوبيك اللي كان يتشرح النهارده. ففي حد عنده مشكلة في اللي انا قلته او نقطة اوضحها تاني؟ يعني ممكن اللي مش هيقدر يفتح مايك يتكلم او يقول لي اي حاجة. هتقلق عليك تاني ولا لأ؟ لا والله براحتك، مفيش مشكلة والله، انا قاعد فاضي اصلا. حتة البروتوتايب اللي انت شرحتها تاني بتاعت اللي تروح وتيجي بين التلاتة فاريانت دول، لسه برضه مش داخلة دماغي، اللي هي أنا مفهمتش برضه. هقول لك على حاجة حلوة. انت دلوقتي حد جه قال لك دكتور مادة معينة الجزء الأخير صعب، حاضر. عندك جه دكتور مادة معينة قال لك ده والله أنا هنزل لكم شيت، الشيت ده انتوا حاولوا تصوروه وتاخدوه من المكتبة بتاعت الجامعة مثلا او الكلية، فالدكتور ده انتوا دخلتوا فقال لك ادخل وخش ايه، هات الايه البتاع ده من خلال حاجة معينة او كود معين. فانت دخلت انت و30 40 واحد، تمام. النسخة الرئيسية طبعا موجودة مع مين؟ مع الدكتور. رحت صورته لقيته فيه سؤال متكرر مرتين او نسخة موجودة منهم ايه، او في حاجة فيها غلط في الطبعة. فقام جاي الدكتور اكتشف الحوار، قام جاي انتوا مكلمينه، فقام جاي قايل لك والله ده في عندنا عيب في المكان الفلاني، فانا هحاول اظبط في الطبعه الرئيسيه بتاعتي عشان المكتبه لما تطلع نسخ تبقى نفس النسخه المطابقه للايه، للطبعه بتاعت الدكتور. نفس الفكره، الموضوع بتاعنا النهارده ده، جميل. انت دلوقتي خلينا نعتبر ان انا دلوقتي عملت ده كده، وامسح الفاريانت ده كله خالص، جميل. فانا عملت الشكل اللي قدامك ده كده، خليه لونه انا عاوز لونه رمادي عشان حاسس ان اللون ده ملخبطكوا اصلا. الرمادي يا اسطى يبقى واحد اي واحد اي واحد باين يا دي النيلة والرخامة، مش مهم. المهم يعني، فانت شايف الشكل قدامك ده انت عملت كومبوننت. طيب
فدي الطبعة الرئيسية بتاعتك. طبعا الملزمة أو الكتاب بتاع الدكتور مش عبارة عن صفحة واحدة، جميل، مش عبارة عن صفحة واحدة، عبارة عن كذا صفحة. فيعتبر اعتبر إن دي الصفحة الرئيسية، الصفحة الأولانية، تمام، وفي صفحة تانية وفي صفحة تالتة، كلهم متدبسين بدبوس بدباسة، فاهم اللي هو الدبوس بتاع الدباسة ده، أنت كده دبسته، فكلهم بقوا مربوطين بدبوس، يعني دبوس واحد هو اللي إيه يقول لك جميل. فانت بتضغط على علامة البلس اللي فوق دي، فكده نزل لك صفحة جديدة. جميل، الصفحة الجديدة قال لك ان انت البودي او في الشكل ده الاين لايت بلو بسم الله، ودي بتخليها ده انا عملت الاستروك بتاعها كده يعني مش كده. طيب والشكل بتاع بلاك، انزل كمان واحد، بتقوم الصفحة الثالثة في الملزمة دي بتقوم داخل على دي كده مثلا، بتعدل بقى براحتك انت فاهمني، مش كده، تضغط على دي وتخليها بلاك تي، ودي هي اللي بتخليها ايه، تديها اللون اللايت ده لايت بلو. جميل، فانت كده عملت الثلاث صفحات المفروض اللي الطلبة بتوعي هيتصوروهم من الايه، من المكتبة. جميل، فانا دلوقتي المفروض عايز اوصل ما بين الصفحة الاولى والصفحة التانية ازاي، ان انت ربطتهم بدبوس، الدبوس ده اسمه البروتوتايب. البروتوتايب ده انت بتجيبه من هنا، تمام، بتقوم عامل على علامة البلاس دي للشكل ده عشان توديه لايه، لان انت لما تعمل تضغط تبت كليكابل على حاجة فبتقوم منقلك على حاجة تانية. طب جميل، فانت بتقوم ضغط على دي فنقلك على دي. طب حلو، جبت دي نقلك على دي، طيب جبت دي نقلك على اللي فوق. طب الاول كل كده اللي انت بتعمله النقله اللي بتوصل، بتعملها هي انهي زرار اللي هو اللي بيبقى اكتف، الازرق ولا الاسمر؟ الاسمر مش كده؟ الاسمر هو الاكتف انت فاهمني. انا بس انا الالوان مش، معلش سامحوني في الالوان بس عشان بس انا مش عايز، والله ما عاوز اطول عليكم، تمام. فدي الفكرة كلها، الفكرة ان انت بتحاول تقوم جايب بسم الله، ان انت عاوز توصل من الحاجة دي، من الصفحة دي للصفحة دي، ومن الصفحة دي للصفحة دي. فبدل ما تعمل ده كله في السكرينة بتاعتك وتخلي شكل البروتوتايب بتاعك كبير وحاجة رخمة كده زي ما قلت لك، فلو انت بتجمعه في حاجة اسمها سيكشن، فانت هتتلخبط في البروتوتايب وهتقول السلك ده طالع منين، ولا ده رايح فين، والخط ده رايح فين، طب ده هيجي منين، وهتلاقي نفسك متلخبط. حتى ممكن يحصل اخطاء غالبا في البروتوتايب بسبب اللخبطة دي. جميل، جميل. طيب انت دلوقتي انت جاي قلت هقوم جايب دي الصفحة الأولانية، هسميها مثلا وليكن في حاجة اسمها بروبرتي هنا، دي اسمها نوتيفيكيشن، لا هسميها واحد مثلا، وليكن دي الصفحة اللي اسمها واحد، تيجي هنا تلاقي حاجة اسمها فاريانت 2 غير الاسم وخليها 2، دي الصفحة التالتة فين، في الملزمة بتاعت الدكتور. طيب الدكتور وليكن ان خلينا نقول انه كان بالغلط هو مش واخد باله، طبعا اللون الازرق ده كان عامله اسود، فاحنا ايه اكتشفنا ان في غلط بعد ما ايه، بعد ما رحنا نصور. فالمفروض جميل انت هنمسح بقى ايه، او شوف انا لما غيرت في دي انا عايز ايوه كده بالظبط، ان انا ايه، تمام، لما انا غيرت في دي اتغيرت تلقائي لوحدها، اهو شايف، اهو دي اتغيرت اهي، دي بقت زي دي، بدل ما انت ما تقوم داخل على السكرينه نفسها وتقوم مغير وداخل على دي وتقعد تغير. جميل، فدي الفكره كلها. طيب انت هنا اكتشفت ان في خطأ هنا، فقام جاي الدكتور معدل، يا شباب معلش سامحوني في خطأ اهو، عدلوه عندكم دلوقتي. فانت اكتشفت ان في خطأ فانت تعدل، فقوم هو بتعدل عندك هنا اهو، انت جاي مثلا رقم 30 هو كاتبها 13 مثلا او 300، فانت مسحت الصفر الزيادة فانت عدلت في الملزمة، فانت عدلت كل حاجة من غير ما تتعب اصلا. جميل، طيب فده تعتبر زي ايه، صندوق الاعلامات او جروب الدفعة، الجروب اللي الدكتور لممكو فيه. طيب حلو، فانت دلوقتي حبيت تتنقل من صفحة لصفحة مثلا اهو، يعني هدي كده
دي هينقلك لدي بس. فدي الفكرة ايه؟ الفكرة كلها. طيب هعلمك حاجة حلوة كده للزمن في البروتوتايب. انت دلوقتي عندك بوتون اهي، او انا اسف خليني ارجع دي كده اهو، ونديله راوند 12، نديله ستروك ونمسح الفيل، والفيل ده كده جميل، تحس ان هو يبقى فاضي، تحس ان هو فاضي يعني. طيب عايز تكتب تكست جواه، تكتب مثلا ايه؟ تكست او تكست يا ابني كده تكست جميل. طيب انت عاوز توصل الحوار، فانت بتخليها لي اوت وتخلي الفريم دي كلها لي اوت، فهي ظبطت على ايه؟ على حسب المقاس جميل. فانت تدي 10 هنا و10 هنا مثلا، انت بتحاول تظبط الاعداد بتاعتها، ودي 10. طب جميل، تدي 10 من كل حاجة. طيب عاوز تخليها كومبوننت وتعملها فاريانت جميل، وهاتها ايه على جنب، هات الفاريانت ده كده اهو، كبرها كده واعمل ايه، هدي كده على جنب. طب قشطة اهو، وهات الكومبوننت ظبطها. هعلمك حاجة حلوة كده انت يعني هتتبسط بيها. طيب دي وليكن دي الرئيسية بتاعتي انا دلوقتي. مش احنا بندخل على مواقع والموقع بيجي يقول لي مثلا، انت بتيجي تعمل هافر على حاجه كده بالماوس بتغير لونها جميل، انت بتقوم ضاغط على دي مثلا وتدي لها فيل صغير كده بسيط، انت ماسحه، لا بتقوم جايبه وتخليه لونه اسود، بس بتعدل بقى على الدرجه بتاعته، خليها 30 مثلا جميل. اللي هو ده كده، ده الستايل ده، العب فيه شويه كده، خليها ايه 30% اهو كده. خلينا انت بتعمل هافر مثلا ويقول لك هنا مور مثلا اهو، مور يابا مش كده، امسح كده اهو مور جميل. هنا تكست، ومثلا نزود مسافة كده عشان ولا ايه، ولا بصوا خلاها كلمتين ماشي، خليها تكست مثلا تمام. فانا عاوز لما اعمل هافر هنا مثلا في البروتوتايب، انا كده هنقل من ديل دي، فانا هعمل هافر. في عندك سيتنج هنا، عندك حاجه اسمها اون كليك جميل، او هتلاقي حاجه هنا مكتوب هنا وايل هافرنج، هتضغط عليها تمام، وهتسيب كل حاجه زي ما هي كده. طيب هتقوم عامل فريم ثانيه، اشوف بقى مين اللي لسه فكرنا عشان يدخل تمام. طيب فانا كده دخلت ايه، عملت الجزئيه دي، فانا هقوم عامل ايه نفس الفريم ده، اقوم جايب كلمه تكست ساحبها حاططها عندي هنا كده مثلا فانا هحاول اخلي الفريم ده مثلا لونه ازرق مثلا يعني، سامحوني هو الالوان مش احسن حاجه تمام جميل. فانت هترن الايه الموضوع ده، اول ما تعمل هافر، شايف انت بتعمل هافر ازاي اهو، كل ما تقرب بتتغير مور اهي اهي جميل. فدي الفكره كلها تمام. فدي حاجة ممكن انت تستفيد بيها لو انت تشتغل على حاجة كويب سايت او حاجة زي كده، هتكون موجود. انما الهافر في الابليكيشن لا ما تتعملش. فانت كل لعبتك انك بتعمل حاجة اسمها فاريانت، الطبعة الرئيسية بتاعت الدكتور، عشان لو حصل فيها تعديلات فالتعديلات بتنزل على الكل جميل. طبعا احنا كده شرحنا مع بعض ازاي نستعمل الكومبوننت، وازاي تعمل مثلا بوتن او حاجه معينه بسم الله بالاوتو لي اوت، وتستعمل السكرول، تعمل نافيجيشن بار بسيط جميل. النهارده يعتبر اخر سيشن شرح يو اي. عامه انا اتمنى ان اكون شرحت كل التوبكس، يعني لو في حد شايف ان في حاجه ناقصه، بس انا حاولت الم لكم كل حاجه ان انت تحاول تقدر ايه تتعامل ايا كانت بقى تولز كل حاجة بقى هنا، يعني تحاول انت تمشي دنيتك وتجرب وتستكشف فيجما اكتر واكتر يعني. فبس يعني ده كان موضوع النهاردة. في حد عنده مشكلة في حاجة؟ يعني لو حد عنده مشكلة في اي جزئية ممكن اعيدها تاني يعني. طيب جميل جدا كده، يبقى انا يعتبر خلصت. المفروض انتوا من النهارده لحد يوم السبت، فانت عندك يوم بسم الله، هو النهارده ايه اصلا؟ التلات،
سيشن بكرة الأربع تعتبر مش موجودة يعني، ويوم اللي يبقى كده عندك أربع خميس وجمعة 3 أيام. هل لو أنا اديتكم تاسكاية صغيرة كده تقدروا تهندلوا الدنيا فيه؟ يعني أديك مثلا تاسك بروجكت أنت تحاول تشتغل فيه UX و UI، يعني اللي أنت تقدر عليه اعمله، تمام؟ نعتبره ده الفاينل بروجكت بتاعنا من دلوقتي. طيب قشطة. والله أنا يعني كده أعتبر خلصت، أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا. السيشن النهاردة كانت يعني لما كل حاجة على فيجما خاصة باليو آي، انتوا اهم حاجة طلعتوا منها تمام. يعني في حاجة يعني مش واضحة، ولا حاجة انا شرحتها ما وضحتهاش وانا بشرحها، ولا ايه الدنيا بالنسبة لكم؟ تمام. تمام يا باشمهندسين، خلاص كده. يبقى انا كده ان شاء الله، وانا كنت اتكلمت معاكم ان احنا يوم السبت هيبقى في اوفلاين وفي اونلاين عشان الناس اللي مش هتقدر تيجي. تمام. انا لما هاجي اتكلم على جزئية ان انا لما المفروض اتابع مع الناس الاوفلاين، فانا ما ينفعش اظلم اللي هيحضر اونلاين وما احضرش واقول له انت عملت ايه، طب وما اقولوش مثلا اتابع معاه انت عملت ايه هنا، طب المفروض تاخد فيدباك حاجة معينة. فهيبقى في مثلا زي اهتمام بالناس اللي هتحضر اونلاين، يبقى في ساعتين ان شاء الله. ان شاء الله يبقى الساعة 8 باذن الله في نفس الوقت، يبقى يوم السبت ان شاء الله. يوم 8 بتوقيت مصر، وعلى ما اعتقد في ناس من بره مصر، على ما اعتقد ان سيرين كانت قالت انها من الجزائر. تمام. تمام بالظبط، برضو من الجزائر. تمام. اشقائنا قبلنا بساعة، يعني احنا بنبقى يعني انا دلوقتي عندي الساعة 10، انتوا عندكم 9 صح؟ تمام. المهم تمام كويس جدا. يعني استنى هقفل، انا بعمل ايه؟ استنى اقفل بس اللايف.